بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة وفاء نصوح، المحاضرة الأولى لينا أونلاين بإذن الله في المفاهيم الأساسية لمادة الإدارة العامة. إن شاء الله هنستمر في الأونلاين على مدار 4 محاضرات، هنغطي فيهم على قد ما نقدر الكتاب الخاص بالإدارة العامة في النظرية والتطبيق، كتاب أكتر من رائع للأستاذ الدكتور عبد الحميد عبد الفتاح المغربي والدكتور عمرو أبو النصر ودكتور رجب عبد الحميد. إن شاء الله النهاردة هنحاول نستعرض مع بعض جزء كبير من الكتاب. الجزء دوت يمكن أنا في أي مقرر بدرسه بحب أتكلم دايما أو بحط البيز أو القاعدة الأساسية اللي ممكن أنت تقدر تبني عليها بقية المعلومات بعد كده الخاصة بالمادة اللي أنت بتدرسها. فانا هستعرض معاك الكتاب بتاعك عبارة عن كام فصل وبيتكلموا عن ايه بصفة عامة، وهبتدي اديك النهاردة ان شاء الله المبادئ اللي انت تقدر تشتغل عليها في اي حاجة. تمام، يعني انت تقدر تشتغل عليها مع نفسك في اي فصل بقى عندك الخلفية الكافية اللي تقدر ان انت تقدر تقرأ بيها وتقدر تفهم بيها وتغطي بيها المبادئ الاساسية اللي موجودة عندك في الكتاب. تمام، يبقى احنا عندنا هنا كتابنا بيتكلم عن بيتناول حوالي 12 فصل. الفصل الاول هو المدخل العام او المقدمة عن الادارة العامة اللي هناخد فيه النهاردة المفاهيم الاساسية كلها ان شاء الله مع بعض عن الادارة، والفصل الثاني بيتكلم عن العملية الادارية وده هنغطيه برضو يعتبر ان شاء الله النهاردة. الفصل الثاني بيتكلم عن الادارة المحلية والحكم المحلي في مصر. الرابع عن السلطة والمسؤولية. الخامس عن الإدارة العامة في الإسلام. السادس عن العوامل البيئية في الإدارة العامة، ودي طبعا هنلاقي ليها تأثير كبير قوي على الإدارة العامة. السابع عن الوظيفة العامة والموظف العام، مين هو الأدمينستريتور أو الموظف العام اللي بيشتغل في الإدارة العامة. الثامن عن البيروقراطية. التاسع عن وظائف الإدارة في المنظمات العامة، والعاشر بيتناول الحكومة الإلكترونية، والحداشر ربنا يكفينا يا رب شر هو الفساد الإداري، والاتناشر بيتكلم عن المركزية واللامركزية. طيب عايزة بس قبل ما ابتدي معاكو يبقى عندنا مفهوم كده، الإدارة العامة وإدارة الأعمال والإدارة الاستراتيجية هما كلهم خارجين من منبع واحد ألا وهو منبع الإيه؟ الإدارة. وبالتالي هنلاقي في تشابه كبير جدا بين مبادئ إدارة الأعمال ومبادئ الإدارة العامة والإدارة الاستراتيجية اللي احنا بندرسها برضو في الترم ده. ليه؟ لأن هما خارجين من منبع واحد، يمكن بتبقى فيه اختلافات قليلة قوي، هنوضح مع بعض طبعا ايه هي الاختلافات دي ان شاء الله. لكن اتفقنا ان احنا في المادة بتاعتنا دي هي مادة ادارة عامة، احنا بنغطي المبادئ بتاعة ادارة الاعمال، ولكن بعد كده هنتطرق الى الادارة الحكومية. ما احنا عشان نبقى عارفين نفرق ايه هي الفرق ما بين الادارة العامة وادارة الاعمال. الادارة العامة يا جماعة خلينا متفقين هي الادارة في المنظمات والهيئات الحكومية، وإدارة الأعمال هي الإدارة ومفاهيم الإدارة في القطاع الخاص، والإدارة الاستراتيجية هي الإدارة الاستراتيجية بصفة عامة طبعا. والإدارة الاستراتيجية هنتلاقيها بتمس جزء كبير منها الماركتينج والأوبجكتيفز والكلام ده كله، اللي هو هنلاقيه بيتعرض بشكل أو بآخر بنتعرض له بشكل أو بالآخر في الإدارة العامة وإدارة الأعمال. اللي درس معايا إدارة أعمال هيلاقيني بغطي تاني حاجات كتيرة قوي هي موجودة عندكم في الكتاب، وهي نفسها الإدارة العامة. طبعا علشان نفهم الإدارة العامة ونتكلم عليها لازم في البداية نبقى عارفين هي ليه الإدارة العامة، يعني ليه بقت في إدارة أعمال وليه بقت في إدارة عامة. طبعا توسع دور الدولة في العصر الحديث أدى لاتساع نطاق الحكومة بشكل كبير. كان زمان كل شغل الحكومة بسيط جدا، تمام، فكانت الحكومة بتهتم بتسيير أمور الناس ببساطة شديدة جدا. لكن دلوقتي الدولة دخلت بقوة في أشياء هامة جدا لم تدخل فيها زمان،
فهي مسؤولة العلم بشكل كبير عن التعليم والصحة والدفاع وعن الثروات الطبيعية، وازاي نستثمر الثروات الطبيعية ديت، وازاي نحافظ على الموارد بتاعت الدولة. دخلت الحكومة كمان في خدمة المواصلات، وعلشان يخف الضغط على المواطنين في البلاد بتاعتها. كل القضايا دي كانت بتمثل عبء كبير جدا على الإدارات الحكومية، عشان تفهم ليه احنا تخصصنا واصبح عندنا فرع في الإدارة منفصل بيسمى إدارة عامة. تمام. اذا فالإدارة العامة نظرا لتوسع دور الدولة في العصر الحديث كان ظهر بالنسبة لنا الاحتياج الى معرفة كيفية معالجة الإدارات الحكومية علشان تقدر تحقق الأهداف بتاعتها، وازاي تدير الادارات الحكومية. طب ما دام يبقى اتكلم عن ادارة ادارات حكومية، يبقى بتكلم في مبادئ اساسية، الا وهي مبادئ الايه؟ الادارة، اللي احنا مش هنختلف عليها سواء كنا بنتكلم في ادارة الاعمال ام في الادارة الايه؟ العامة. طيب اذا نجحنا اننا ندير الرعاية الصحية في البلد بطريقة سليمة، اكيد كلنا هنستفيد. يبقى كده ايه؟ لازم عشان كده نتعلم إدارة، عشان الأهداف بتاعت الحكومة تحقق. إذا نجحنا في إدارة التعليم بطريقة سليمة أكيد هنستفيد. تمام كويس. طيب، ولأن الحكومة دخلت في مجالات كبيرة جدا لخدمة المواطنين ولتوظيف عدد كبير جدا من المواطنين في الدوائر الحكومية، جات من هنا أهمية تعلم مبادئ الإيه؟ مبادئ الإدارة العامة. كيف ندير أعمالنا في الحكومة وكيف ندير أعمالنا في القطاع العام، اللي هو هدفه في النهاية إنه يحقق إيه؟ يحقق التنمية الشاملة للبلد. وبالتالي أصبحت الحكومة مش بس بتسير أعمال، لأ، ده أصبح عندنا خطط لمدة 10 سنين ولمدة 20 سنة ولمدة 25 سنة، كيف ننمي المجتمع وكيف نطوره. تمام. ومن هنا بنركز تاني على أهمية دراسة مبادئ الإدارة العامة. ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله من شوية، انه طبعا لتوسع دور الدولة ده اتسع نطاق عمل الحكومة، الاهتمام بأمور الرفاهية وتحسين مستوى الحياة. كل اللي بتقوم به الدولة من صحة وتعليم وأمن وحفاظ على الأمن العام وسن القوانين وتنظيم مناحي الحياة، كل ده كان في الآخر بيصب في ايه؟ في التنمية الشاملة. طيب، كلمة إدارة مشتقة من لاتين وورد، كلمة لاتينية تعني خدمة، يعني اللي بيشتغل في الإدارة بيخدم الآخرين. طبعا احنا هنعرف بعد كده ان الإدارة هي نشاط موجه نحو توفير تعاون مثمر وتنسيق بين الجهود البشرية المختلفة علشان نحقق هدف معين بدرجة عالية من الكفاءة. ده التعريف الأساسي للإدارة العامة. تمام. وعلشان أقدر أدير بطريقة فعالة، تمام، لازم إن أنا أوحد جهود الأفراد وعينهم بعضهم البعض لغاية ما أوصل لإنتاج. تمام. لازم نحقق الرفاهية، لازم نحقق التنمية الشاملة للإيه؟ للبلد. تمام. محور العملية الإدارية هي العنصر البشري. تمام. زي ما احنا شايفين العنصر البشري هو اللي بيقدم الخدمة، والعنصر البشري هو اللي بيقدم خدمة لشخص آخر بشر زيه. وبالتالي أساس العملية الإدارية هو إدارة العنصر البشري. عشان تكون مدير ولكي تدير لابد أن يكون هناك من يدار، لازم يكون هناك عنصر بشري على مقام، وكل مقام لابد وأن يكون هناك فرد تحت المدير أو مجموعة أفراد تحت المدير حتى يمارس الإدارة عليهم. تمام. مفيش مدير من غير إيه؟ من غير من يدار. تمام. طيب، خلينا نتفق على حاجة تانية، إن الإدارة هي عملية اجتماعية وإنسانية من جهة، واقتصادية وسياسية من جهة أخرى. تمام. طب يعني إيه الكلام ده؟ طبعا ماشي.
الإدارة مفيش حد بيشتغل فيها إلا وعاوز فلوس، تمام؟ فهي طبعا عملية إيه؟ اقتصادية، لأن أنت بتحقق منها في الآخر إيه؟ بتحقق منها عائد مادي، وبالتالي فهي عملية إيه؟ اقتصادية، تمام؟ مش بس كده، قالك هي كمان عملية سياسية. ليه عملية سياسية؟ لأن أنت بتساهم في إدارة الإيه؟ في إدارة الدولة، واللي بيساهم في إدارة الدولة بشكل أو بآخر ها هو بيكون ايه فاعل او مؤثر في القرارات السياسيه في البلد، ماشي؟ اصل انا مش بدير بكيفي، انا بدير حسب النظم اللي ارتضاها النظام السياسي، ها؟ وبالتالي بيدير ايه؟ بيدير ايه؟ بيدير بيها، تمام؟ كويس. طيب هي عمليه اجتماعيه، طبعا معروفه، تمام؟ ليه عمليه اجتماعيه؟ لان في دي عمليه اجتماعيه وانسانيه، لان انت بتدير بشر وبتتحرك مع بني ادمين، فلازم يكون في علاقات اجتماعيه، ولازم طبعا يكون في ايه، في نواحي اجتماعيه ونواحي انسانيه، تمام؟ طيب يبقى اتفقنا ان هي عمليه اقتصاديه لانها بتحقق عائد من تحقيق الهدف بتاعك، والعائد غالبا بيصب في جانب مادي. وسياسية بجدارة، لأن أنت بتدير في الحكومة وبشكل واضح، وبالتالي بتتأثر بالقرارات الإيه؟ السياسية. طبعا الإدارة المثلى ها هي التي تدير بإيه؟ برشد، الرشادة، بنقول إيه؟ أو رشد الشخص عندما يبلغ الرجل عقله أو يكتمل، بنقول عليه أصبح إيه؟ أصبح راشدا، أصبح يملك زمام أمره ويستطيع تدبير أموره. لذلك فالإدارة جزء أساسي منها، حتى تدار بطريقة مثلى وفعالة يجب أن تكون الإدارة ديت إيه؟ إدارة رشيدة، تمام؟ طبعا الإدارة العامة برضو بتعني الإدارة الحكومية، تمام؟ وهي تمييزا عن بقية الأنواع الأخرى بقى اللي احنا اتكلمنا عليها، زي إدارة الأعمال، زي الإدارة الاستراتيجية، زي إدارة الهيئات والمنظمات الخاصة، زي إدارة المنظمات الدولية. مثلا إدارة الأعمال هي إدارة القطاع الخاص، الإدارة العامة هي إدارة القطاع الحكومي، تمام؟ طبعا القطاع الخدمي وغير هادف للربح، تمام؟ فالقطاع الخدمي بالنسبة لنا بيكون غير هادف للربح. المنظمات الدولية ليها اسلوب وليها طريقة من خلال إدارة تعدد الثقافات المختلفة للعاملين اللي شغالين فيها، تمام؟ بتتعامل معها، بيبقى ليها اسلوب إدارة مختلف. احنا هنا عندنا الدولة بتضع قوانين وبتحدد الحقوق والواجبات، فبتأخذ الصورة التنفيذية. ليه؟ لأنها مسؤولة عن تنفيذ القوانين دي، بمعنى ان الدولة سنت قوانين للمواصلات او التعليم، هي مسؤولة عن تنفيذ القوانين بتاعتها دي. وزارة التربية والتعليم مفروحها وفي كل مكان من انحاء البلد بتسن قوانين، مسؤولة عن تنفيذ ايه؟ القوانين دي ومتابعتها، تمام؟ القوانين تسن، تمام؟ من قبل الايه؟ من قبل الحكومات، ومن يطبق هذه القوانين هي الايه؟ هي الادارات الحكومية. اذا هل نقدر نقول ان الادارة العامة بتتضمن جميع العمليات التي تهدف لتنفيذ السياسة العامة؟ هل نقدر نقول ان دوري في اي وزارة من وزارات الدولة هو تنفيذ سياسة الوزارة، تمام؟ ومن يضع سياسة الوزارة هي الدولة، سواء كانت القيادة السياسية أو التشريعية في الدولة، ومن ينفذها هي الجهات التنفيذية أو السلطة التنفيذية ممثلة في الوزارات الخدمية التي تقدم خدماتها من خلالنا، من خلال الإدارات الحكومية. طبعا التعريف ده تعريف، أو المقولة دي مقولة صائبة، ولكن يعني تتصف ببعض القصور. ليه؟ لاني انا كده اختزلت وظيفة الادارة العامة فقط في الايه؟ في التنفيذ، تمام؟ اصبحت الادارة العامة هي فقط ادارة منفذة، تمام؟ الحقيقة وظيفة الادارة العامة مش التنفيذ بس، وانما كمان توجيه الجهود من اجل الايه؟ من اجل التنفيذ. فالإدارة العامة دي مش مكنة بتنفذ، لا، هي بتدير، اي بتوجه افرادها نحو تنفيذ الايه؟
نحو تنفيذ الموضوعات اللي تم الاتفاق عليها. وبالتالي نقدر نتفق مع التعريف التالي، هو ان الإدارة العامة هي تنسيق جهود جماعية نحو تنفيذ الايه، نحو تنفيذ السياسة العامة. الإدارة ما بتنفذش بس، ها، انما الإدارة بتنسق من اجل تنفيذ، من اجل تنفيذ السياسة العامة. فعشان كده ممكن نقدر نوصل للتعريف الخاص بالإدارة العامة اللي هو ايه، نقدر نعرفها بقى تعريف شامل واشمل من اللي احنا قلناه، بان الإدارة هي كمهنة هي معمولة عشان تنظيم وتوجيه نشاط الآخرين، تمام، وذلك في هيئة عامة. طيب اذا الإدارة العامة تعني بتنفيذ السياسة العامة للدولة واخراجها لحيز الواقع، فهي تمثل تخطيط وتنظيم وتوجيه النشاط الحكومي الموجه نحو أداء الخدمات العامة لجميع المواطنين على السواء، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات التي تسنها الايه، تسنها الدولة او الحكومة. طيب نوصل لجزء مهم بقى جدا دايما بنتعرض له، هو طبيعة الإدارة العامة. لازم اسأل وانا بتكلم عن طبيعة الإدارة العامة واقول هي طبيعة الإدارة العامة دي ايه، هل الإدارة العامة دي علم ولا فن؟ هل الإدارة العامة علم ولا فن؟ كنا بنقول ان الإدارة علم وفن. ليه؟ هي علم لان هي بترتكز على اسلوب الايه، اسلوب البحث العلمي، تمام، اسلوب البحث العلمي. بمعنى اننا في اسلوب معين منظم للبحث العلمي فلازم بنتبعه، سواء في التخطيط والتنظيم والعلوم السلوكية المختلفة، تمام. وهي فن لان هي بتعتمد على مجموعة من المهارات، ماشي، والقدرات الشخصية عن كيفية وضع الاسس العلمية دي، موضوع التنفيذ بكفاءة، تمام. وبالتالي فهي علم ايه وفن، لان هي بتتميز بوجود اعتبارات علمية وفنية في نفس الوقت. على سبيل المثال التاجر مثلا اللي مش متعلم وبيعرف يدير بشكل ناجح جدا واكم من سلاسل محلات كبيرة فيها بنعرف منها ان التجار غير متعلمين، تمام، الناس ديت على درجة من المهارة وعنهم الارض اوف مانجمنت، عندهم فن الإدارة عالي جدا، وبالتالي فهي بتعتمد على موهبتهم وعلى القدرة الشخصية عن كيفية وضع الأسس العلمية، موضع التنفيذ بكفاءة وفعالية. طيب لو احنا جينا نقول ايه هي الحدود الدراسية للإدارة العامة، خلينا نفرق ما بين الإدارة العامة وبقية العلوم الدراسية الأخرى اللي احنا ليها علاقة بالإدارة. احنا اتفقنا ان في أوجه تشابه كبيرة جدا، خلينا نشوف بقى ايه أوجه التشابه والاختلافات اللي ممكن تكون موجودة ما بين الإدارة العامة وبقية العلوم الأخرى. فمثلا إدارة الأعمال، إدارة الأعمال هي إيه؟ هي تنفيذ الأعمال عن طريق الآخرين أو من خلال الآخرين، باستخدام إيه؟ باستخدام التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة علشان أحقق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية. وأكيد اتعرضتوا في الإدارة الأعمال عن مفهوم الكفاءة والفاعلية والفرق ما بينهم هما الاتنين، وهنرجع لهم تاني، تمام؟ إذن أنا بستطيع إن أنا أنفذ بكفاءة وفاعلية إدارة القطاع الخاص، ماشي، هي دي إدارة الإيه؟ الأعمال. لكن الإدارة العامة مختلفة عن إدارة الأعمال من خلال أربع زوايا تقريبا أقدر أشوف فيها الاختلافات دي، ماشي، من خلال إيه؟ من خلال الإطار القانوني، تمام، خمس زوايا أقدر ألمس بيها الاختلاف ما بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال. الإطار القانوني، ماشي، فبنجد إن إدارة الأعمال، ماشي، مالها إدارة الأعمال مرنة في العمل، أقدر أغير مثلا في النظام المالي المتبع، طبعا ما المصنع ده مصنعي، ماشي، أو الشركة دي شركتي، أقدر أغير أي حاجة في إطار العمل، ففي مرونة في أصحاب إيه العمل ما بين أصحاب العمل، وده بنلاقيه بشدة في القطاع الخاص، بيكون متوفر في القطاع الخاص.
حاجة تانية كمان، القرار بيرجع لمجلس الإدارة أو المدير من غير ما يرجع لحد، مفيش سلطات عليا عليه محتاج ان هو يرجع لهم علشان يبت في الايه في الأمر، تمام؟ فبياخد القرار مجلس الإدارة من غير ما يرجع لحد. ده الإطار القانوني الضابط للإدارة الايه لإدارة الأعمال. طيب وبالنسبة بقى للإدارة العامة اللي هي علشان نعرف الفرق قلنا هي شبه الإدارة الحكومية، لا طبعا الموضوع مختلف، تمام؟ هنا في الإدارة العامة ماشي في عندنا الإطار القانوني يخضع للنظام العام لأجهزة الدولة أو التشريع، فيلزمني القوانين، تلزمني القوانين والتشريعات ماشي الضابطة للوزارة اللي أنا بشتغل بيها، مش بإيدين حد، ماشي؟ دي قوانين لازم ان احنا بنبقى ايه بنتبعها. وبالتالي الاطار القانوني هنا واضح، وهناك الزام لكل من يدير في الدوائر الحكومية بالاطار الايه القانوني او التشريعي. ايضا بنجد صعوبة في تغيير النظام، يعني لو حبينا نغير حاجة في قانون التعليم في الدولة هياخد مني وقت واجراءات طويلة جدا لتغيير النظام، ولازم يمر القرار على اجهزة تشريعية واجهزة رقابية وغيرها، تمام؟ الوضع ده ما بيتبعش طبعا في القطاع الايه الخاص، شيء مختلف تماما في القطاع الخاص، تمام؟ كمان الخضوع للسلطة القضائية لان ده مش ماله، ماشي؟ ده مال الدولة، ماشي؟ المال مال الدولة، تمام؟ وعشان كده الدولة خصصت جهات وسلطات للمراقبة على أموالها، لأن مال الدولة ده مال الجميع، وما دام أنت بتدافع عن مالك في القطاع الخاص وأنا بدافع عن مالي في القطاع الخاص، طب مين بقى اللي يدافع عن مال الدولة؟ وبالتالي كونت الدولة كيانات، ماشي؟ كيانات ليها سلطة بيشتغل فيها موظفين بيؤدي الواجب ده، وهو واجب الدفاع عن الايه عن الدولة، زي الجهاز المركزي مثلا المحاسبات، ماشي؟ الجهات دي او الهيئات دي هي هيئات ضابطة لوضع النظام العام للدولة، وبالتالي بتحقق حوالين القوانين والتشريعات الخاصة بالايه بما يخص الايه الدولة. خليني اقول دايما مقولة كده سمعتها من احد الاساتذة الكبار عجبتني قوي، وهو كان احد المسؤولين في هيئة كبيرة في الدولة، ماشي؟ بيقول لك ايه المال العام ده هو بيشبهه بمال اليتامى، اللي يجور على مال اليتامى ده ايه ما يكسبش ابدا، تمام؟ مال الدولة ده لازم يحافظ عليه، ده ليه اهمية ولازم نعلي من الفاليو والقيمة بتاعت الحفاظ على المال العام، ها؟ الحفاظ على المال العام من اول المكتب والكرسي اللي انت قاعد عليهم لغاية الايه الموازنة والخزنة بتاعت الدولة. طيب في مجال تاني من مجالات المقارنة الا وهو الايه الهدف. طيب اي ايه وجه الاختلاف ما بين الادارة العامة وادارة الاعمال في الهدف؟ قالك ادارة الاعمال هدفها تحقيق ربح، ماشي؟ هي موجودة عشان تحقق الربح، تجين بروفيت، ماشي؟ لكن الإدارة العامة الأصل فيها هو تقديم الايه الخدمات للمواطنين، يعني موظف الدولة كل ما بيتفوق في عمله، ها، بيتحسب تفوقه في عمله ده بايه بمعدل رضا المواطنين عن أداء الخدمة بتاعته. وبالتالي مثلا لو عايز تعرف مدى نجاح إدارة المرور، التعليم، المواصلات، الصحة، تعرفها منين؟ من معدل رضا المواطنين عن الخدمات اللي بتقدمها لهم من الجهات ديت، تمام؟ لكن مؤشرنا في إدارة الأعمال هو الربح، البروفيت بس، تمام؟ ومن هنا عشان كده بيجي اختيارك للحكومة والانتخابات اللي انت بتنزل لها. ليه بتنزل الانتخابات؟ بتنزل الانتخابات عشان تختار الحكومة دي، لان انت بتعتقد ان الحكومة دي هتقدم لك خدمة اللي انت عايزها، تمام؟ انت عايز خدمة، يبقى الهدف هنا خدمي، لكن في ادارة العامة، لكن في ادارة الاعمال الهدف ايه؟ الهدف تحقيق ربح. طيب طبيعة النشاط، طبيعة النشاط برضو هي من زاوية الاختلاف الثالثة عندنا ما بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال. فطبيعة النشاط في إدارة الأعمال هي طبيعة اقتصادية وتجارية، لكن في الإدارة العامة، تمام، ما بتبصش الربح،
يمكن بعض الهيئات الحكومية بتسعى لتحقيق الربح، لكن الأصل إننا بنسعى لتحقيق أعلى مصلحة عامة للمواطن. طيب درجة الرشد اللي كنا بنتكلم فيها، درجة الرشد طبعا في إدارة الأعمال بتتمتع بدرجة عالية جدا من الرشد والعقلانية، هي مستقلة مستقلة تماما، والهدف دايما التارجت أو بتاعنا الهدف بتاعهم هو تحقيق مزيد من الأرباح، تمام. لكن في الإدارة العامة لازم طبعا بنتأثر بالسياسات بتاعة الدولة، فده بيخلي فيه نوع من أنواع العرقلة، تمام، إن أنت دايما في تبعية للسياسة بتاعة الدولة. طب ماذا عن مجال المنافسة؟ طبعا موظف الحكومة ده عليه منافسة، مفيش منافسة على موظف الحكومة. طب ازاي بقى بتضبط الموظف ده؟ ينضبط ازاي؟ ماشي، ينضبط بالرقابة، وبالتالي فاحنا محكومين هنا بالرقابة فقط، يبقى الإدارة العامة محكومة بالرقابة الداخلية والخارجية، تمام. اما طبعا بالنسبه لاداره الاعمال فبنجد ان في مرونه سريعه جدا عشان نواجه التغيرات بتاعه المنافسه مع الشركات الاخرى اللي موجوده عندنا في السوق. طيب من زاويه تانية خلينا نفرق بقى، او البند التاني احنا فرقنا ما بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال، ويمكن دول أكتر حاجة مهمة كانت عندنا، لأن بيحصل لبس دايما إدارة عامة إيه وإدارة أعمال إيه، وفي ناس كتير لغاية دلوقتي بتبقى جاية تحضر المحاضرات وهي مش قادرة تفرق إيه إدارة عامة دي، تمام. طيب لو جينا قلنا بقى إيه الفرق ما بين الإدارة العامة وعلم السياسة، تمام، نشوف ايه الفرق ما بين الإدارة العامة وعلم السياسة. الإدارة العامة وعلم السياسة شديد الارتباط ببعض، تمام، مرتبطين جدا. فالإدارة العامة دي ايه؟ دي أداة من أدوات السياسة، هي نظام فرعي طبعا من النظام السياسي، تمام. طبعا لو رحت لحد بتناقشه في حاجة في إدارة عامة يقولك دي سياسة البلد كده، وهو فعلا بيطبق سياسة البلد في إدارة العمل، في إدارة الجوازات، في المرور، تمام. كل موظف في هذه الادارات بيطبق سياسة سياسة الدولة، تمام، باختلاف طبعا القوانين على حسب كل ادارة. يبقى لما عاوز اربط ما بين الاتنين، ماشي، واقول اقول مجال الربط طبعا الادارة العامة، ماشي، بتشارك بوضع السياسة العامة للدولة. فنجد مثلا ان ادارة المرور بترفع الطلب بوضع قانون معين لتسيير المرور، ماشي، احنا اللي في الموضوع، احنا اللي شايفين، ماشي، فبتستجيب لها السلطة التشريعية، واحيانا بيجي القانون من السلطة التشريعية عشان تنفذ القانون مباشرة من الادارة العامة، تمام. طيب طبعا في تفاعل متبادل ما بينهم هما الاتنين علشان يوصلوا للاهداف، وفي نفس الوقت يحافظوا على الموارد ويستغلوها بكفاءة وفعالية. لكن في البعض بيدعو للفصل ما بين الإدارة العامة عن السياسة، تمام، ويديها شكل مستقل، تمام. احنا قلنا ان احيانا العوامل السياسية بتمثل لنا عوائق، بتمثل لنا عراقيل في 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 وجه الإدارة العامة وفي وجه تحقيق الأهداف بتاعتها، وبالتالي البعض بينادي وبيقول لك لما تستقل الإدارة العامة عن السياسة هيصبح دورها استشاري بس وتقريري، وده هيكون افضل هيفضل ليها، تمام. لكن احنا خلينا نقول ان صيغه التعاون طبعا هي افضل صيغه ما بين الاداره العامه وعلم وعلم السياسه. طيب نيجي للتالت علم عندنا، هو علاقه الاداره العامه بعلم الاجتماع. ايه علاقة علم الإدارة العامة بعلم الاجتماع؟ طبعا احنا بندير بشر، وعشان تعرف تديرهم لازم تفهمهم وتفهم الخلفيات والقيم الاجتماعية بتاعتهم، ولازم تعرف تتكيف معاهم ازاي، لازم تدرس نفسيتهم. عشان كده علم الاجتماع بيهدف لدراسة الفرد، لازم تشوف الناس دي بتفكر ازاي. إذن علم الاجتماع بيمد الإدارة العامة بمفاهيم عن الأفراد وسلوكياتهم، كل ما افهم اللي قدامي كل ما اقدر اديره بشكل بشكل جيد. طيب ايه هي علاقة الادارة العامة بعلم النفس؟
طبعا في علاقة قوية جدا ما بين الإدارة العامة وعلم النفس، لأن برضو إحنا بندير العنصر البشري، يعني بندير نفوس. تمام، الكلام الشديد، اللهجة وتأثيره على نفوس الأفراد بيكون عامل إزاي. علم النفس بيبحث دايما في العوامل السلوكية في التنظيم الإداري. تمام، وفي نفس الوقت ده طبعا ليه تأثير مباشر وقوي على الإدارة العامة. فمن خلال علم النفس هنقدر نقيس الكفاءة، هنقدر نعرف الريكروتمنت، اختبارات التوظيف، اختبارات الترقيات تتعمل ازاي، ايه هي الحوافز بتاعة الأفراد العاملين في الهيئة أو العاملين في الحكومة، ايه الحاجات المحفزات بتاعتهم، ايه بواعث السلوك الإداري تيجي منين. وفي دراسة علم النفس دي في جزء سايكوماتريك كده انا هتعرض له ان شاء الله مع حضراتكم، لطيف بيديك فكرة او بعد عن قراية المفضلات بتاعت الشخصيات المختلفة وانماط الشخصيات المختلفة، يقدر يساعد اي ادمنسترار او اي حد شغال في الادارة العامة انه يتكيف ويتفاعل مع العاملين في المنظمة بتاعته بشكل افضل. طيب، خامس جزئية هي علاقة الادارة بالقانون. دي جزء برضو مهم جدا. القانون بيوضع في الدولة، ومين اللي بينفذ القانون ده؟ اللي بينفذ القانون ده طبعا الإدارة العامة. فطبعا في علاقة شديدة جدا، ما اقدرش احط قوانين في تطوير التعليم من غير ما اشوف الناس اللي في وزارة التربية والتعليم واعرف مشاكلهم ايه واعرف اوجد لها حلول ازاي. فطبعا في علاقة قوية ما بين الإدارة العامة وإدارة القانون. موظف الحكومة ما بيقدرش يتجاوز القانون، الإدارة العامة بتعمل في حدود الايه، في حدود القانون. ايه علاقة الادارة العامة مع علم الاقتصاد؟ طبعا علم الاقتصاد بيهتم بتحديد العوامل الاقتصادية ويهتم بالتنمية الاقتصادية. تمام، ومين اللي بينفذ الكلام ده؟ اللي بينفذ الكلام ده موظفين الدولة. يبقى نقدر نستنتج ان في علاقة وثيقة جدا ما بين الادارة العامة وبين العلوم الاجتماعية المختلفة. احنا بقى عندنا ماجستير ودكتوراه في الادارة العامة، وبقى عندنا بكالوريوس في الادارة العامة. تمام، يبقى اذا في علاقات مهمه جدا لازم تبقى انت فاهمها ما بين الاداره العامه والعلوم المختلفه. هل في مراحل لتطور الاداره العامه؟ اكيد طبعا. اول مرحله انفصلت تماما عن السياسه واهتمت بالنواحي الاداريه والتنظيميه. تاني مرحلة أصبح عندنا مدارس وكليات بتمنح شهادات في الإدارة العامة. المرحلة الثالثة طبعا أنشأنا معاهد للإدارة العامة ودراسات استشارية، وقدمنا برامج للإداريين مخصوصة ليهم، اتوجد فيها هي نفسها تخصصات في أصولها وفي أساليب العمل بيها وفي التخطيط الإداري والعلاقات العامة في إدارة التنمية وتخطيط المدن. كل دي فروع من فروع الإدارة العامة. طيب، لو حبينا نشوف المداخل المختلفة للإدارة العامة هنلاقي فيه أربع مداخل أساسية. تمام، هنشوف مع بعض ايه هما. هنلاقي ان في المدخل الدستوري القانوني والتاريخي، وده كان بيركز على الحقوق الدستورية والقانونية للحكومة والسلطات والواجبات المفروضة عليها. في عندنا المدخل الوظيفي، وبنقول ان وظائف الادارة هي ايه، ودي هندخل لها تاني بالتفصيل ودرسناها في ادارة الاعمال. وظائف الادارة الاساسية هي التخطيط والتنظيم والتوجيه ورقابة الافراد والتمويل والموازنة. لم ينظر للادارة كنشاط، وانما اعتبرت الادارة شكل رسمي وتقليدي. طيب، المدخل الاجتماعي النفسي ده مدخل طبعا بيعتمد من اسمه على علم النفس وعلم الاجتماع. تمام، علم النفس الاجتماعي، ولان الاداره زي ما اتفقنا قبل كده هي اداره عنصر بشري وانساني، فهي اهتمت بالجانب الرسمي وغير الرسمي واهملت تماما الجانب الاقتصادي. ده مدخل بيفوكس بس على الناحيه ديت، على الناحيه الاجتماعيه النفسيه للعاملين. طيب، المدخل البيئي او الايكولوجيكال ابروتش هو مدخل حديث، طبعا من اسمه ما بقاش فيه اهتمام بالبيئة الا في الفترة الحديثة. اصبح بيهتم بدراسة العوامل الاجتماعية والنفسية والانسانية، علاقة البيئة بالادارة، نمط الادارة ازاي بيتأثر بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي موجودة في البلد. وظهر المدخل ده مع فترة الحرب العالمية الثانية،
وكان اهم العوامل اللي بيدرسها هي عنصر المكان، السكان، مدى التقدم العلمي اللي موجود، ايه الكالتشر، العادات والتقاليد اللي موجودة، ايه البريفرنسز، الرغبات او المفضلات بتاعت الناس، ايه هي الكوارث او الازمات اللي بيمر بيها الايه المجتمع. طيب لاني انا كنت بتكلم مع حضراتكم عن المدخل الاجتماعي النفسي، فكنت حابة ان انا ادي حضراتكم نظرة او بعد كده، ودي حاجة زيادة كده عن المقرر بتاعنا، بس انا حابة ان انتوا تبقوا عارفينها لان هي بتضيف لينا كتير جدا. فلو انا مثلا اتكلمت مع حضراتكم عن الجانب النفسي او الجانب السلوكي، الحقيقة في الجانب النفسي او السلوكي ده احنا عندنا نوع من انواع النظريات لطيف جدا اسمه الماير بريكس تايب اندوكيتر، مؤشر لتحليل انماط الشخصيات المختلفة. المؤشر ده بتقدر تعرف منه البريفرنسز بتاعت الشخصيات، فقال لك المفضلات بتاعت الشخصيات بتتحرك ما بين بعد اول بيشمل ازاي تو ريتشارج يور باتري، ازاي تشحن البطارية بتاعتك، يعني الشخص ده لما بيستهلك طاقته بيعيد شحن الطاقة النفسية بتاعته منين. قال لك في عندنا نمطين او تو اكستريمز، وجهي نقيض، قال لك الشخصية الاكستروفيرت في مقابلها الشخصية الايه الانتروفيرت. طب الشخصية الاكستروفيرت دي الشخصية الانبساطية، بينما الشخصية الانتروفيرت دي الشخصية الانطوائية. قال لك الشخص الاكستروفيرت ده شخص بيميل دايما ان هو يتعامل مع الافراد، بيشحن طاقته من خلال وجوده وسط الناس وسط المجتمع، على عكس الشخصية الانتروفيرت اللي بيشحن طاقته من داخله، اللي لما يكون زعلان او متضايق يقول لك سيبوني اقعد لوحدي وانا هبقى كويس، او يدخل ينام او يتأمل او يقرأ، يقوم باي اكشن او باي عمل فردي ماشي. لكن الشخص الاكستروفيرت يميل دايما للعمل في وسط الناس، ويحب دايما ان هو يكون موجود وسط الايه وسط الاخرين. ده اول بعد من ابعاد تفسير البريفرنسز او المفضلات بتاعه الاشخاص. فقلنا ان احنا يا اما عندنا الشخصيه الانبساطيه او الشخصيه الايه الانطوائيه. طيب الصوره دي الحقيقه صوره ليها مدلول في البعد الثاني. الصورة دي اللي يشوفها ممكن يشوف فيها تفاصيل كتيرة قوي، ممكن يكتب عنها قصيدة، ممكن يعبر عنها بشكل روائي أدبي عن حجم الخطر اللي ممكن يكون بيحوم حول هذا الشاب الوسيم. على فكرة دي الاستخدامات التعبيرية اللي ممكن يستخدمها أحد الأنماط اللي احنا هنذكرهم بعد شوية. ممكن حد تاني يذكر لنا حقائق الحيوانات اللي موجودة، يعدهم لنا ويقول لنا في عدد كذا ثعبان، في عدد كذا حشرة او هكذا. ممكن حد تاني يذكر الحقائق دي بشكل اخر ويبتدي يقول لنا انواع النباتات اللي هو شايفها موجودة. ممكن حد تاني يقول لنا كم الالوان اللي موجودة. ممكن حد تاني بقى يقوم رايح لابعد من كده ويقوم قاري لك كلمة الكوبي رايت اللي موجودة فوق. لو انا بحاول ان انا افسر القرايات المختلفة للافراد اللي انا بقول لكم عليها دي، يا ترى القرايات المختلفة دي هتكون جاية منين؟ لو تلاحظ ان في قراية هتميل للتفاصيل الكتير، في قراية من القرايات نوعية من الناس هتميل للتعبير بشكل فيه تفاصيل تمام، وفي نمط تاني هيميل للتعبير بشكل مجمل او عام بدون الاشارة للايه، بدون الاشارة للتفاصيل. يا ترى ايه الفرق ما بينهم هما الاثنين؟ تعالوا كده نشوف النمط ده. النمط ده بيقول لك how you perceive your environment، انت بتشوف البيئة المحيطة ليك ازاي. فقال لك احنا عندنا نمطين، اما شخص بيطلق عليه sensing، sensing جاية من السنس او الحواس، او شخص بيطلق عليه intuitive، وجاية الانتويتف من كلمة intuition اللي هي الحدس او الحاسة السادسة. بتستوعب البيئة المحيطة بيك ازاي، اما ان انت شخص بتميل للحواس او التفاصيل، او شخص بتميل للحدس او الصورة العامة والكلية.
الشخص اللي بيعتمد على الحواس بتاعته هو شخص يحب دايما يستنبط المعلومة أو يستنبط البيئة المحيطة به من خلال حواسه، من خلال إدراك كل ما هو مقروء، مسموع، مرئي، ملموس، فهو بيعتمد على حواسه. تمام، الشخص ده بيميل اكتر الى حجم كبير جدا من التفاصيل، على عكس الانتويشن الناحية التانية اللي هو الشخص اللي بيميل للحدس. قالك الشخص اللي بيميل للحدس ده ماله؟ قالك لا، ده شخصية بيميل اكتر للصورة العامة والكلية. شخص بيعتمد على الحدس، وبالتالي الادراك بتاعه بيكون ادراك بيعتمد على تربيط العلاقات ما بين الاشياء وبعضها، بيحاول يوجد علاقات ما بين المعلومات وبعضها. ايجاد العلاقات ده بيخلي عنده فرصة اكبر للتخيل، وبالتالي هو بيحب يلم بالصورة العامة الكلية، بيحبش يلم بالتفاصيل قوي او يدخل جوه التفاصيل قوي. بيعتمد على احساسه ناحيه الشيء، هل هو مريح او مش مريح، مبسوط ليه او مش مبسوط ليه. تمام، وبالتالي كده نقدر نقول ايه، نقدر نقول ان انا لو انا جيت افسر الصورتين اللي انا شايفهم قدامي، فالشخص السنسينج هو حد بيعتمد على حواسه، بيعتمد على الارقام، على الداتا. فلما يجي يشوف المثلث ده يقول لك المثلث ده عبارة عن 3 أضلاع، 3 بس، خد لي بالك، ويقرأ الأضلاع دي كل ضلع لوحده ايه رقمه كام، ماشي، ايو بي و سي. لكن الانتويتيف لا، يقول لك ده المثلث دوت هو مجموعة مثلثات كونت الهرم الأكبر، ماشي. والهرم هو رمز الحضارة. بص، التعبير الأدبي هو يميله دايما لاستخدام التعبيرات الأدبية. طيب، النمط التالت هو النمط الخاص بصنع القرار. وفي صنع القرار هنلاقي عندنا 2 extremes، طرفي نقيض تانيين بنقابلهم، هو الشخص الثينك والشخص الفيل. الشخص الثينك اللي هو بيفكر، الثينكر المفكر اللي دايما بيعتمد على الداتا والفاكس والارقام. شفت ده وهو بيوزن بالايه، بالجرامات، تمام، محدد قوي. لكن الشخص الفيلر الشخص اللي بيعتمد على الايه، على الاحساس الداخلي، على انفعالاته، يهمه قوي في اتخاذ القرار بتاعته، القرار ده هيبسط اللي حواليه ولا لا، هيضايقهم ولا مردود القرار ده عليهم هيكون عامل ازاي، هل في اي ضرر هيعود عليهم من القرار ده. طيب، البعد الرابع والاخير هو البعد الخاص بالتفاعل مع الناس اللي حواليك، الانتراكشن، ماشي. خلينا نقول انا بحب اسميه اللايف ستايل. لايف ستايل اللي هو ايه، انت شايف الحياة ازاي، ماشي. وعندنا نمطين منهم، هو الشخصية الجادج والشخصية البرسيفر. الشخصية الجادج ده جاية من اسمها قاضي، حاسم، صارم، شايف الدنيا وان واي، اتجاه واحد بس. اما الشخص البرسيفر فهو اللي عنده alternatives وبدائل كتيرة قوي. لو حبيت اديك ابليكيشن او تطبيقات في الحياة، الشخصية الجادج شخص ملتزم بالمواعيد قوي، شخص سيستماتيك، منظم قوي، يحب يحط كل حاجة في مكانها يلاقيها، ملتزم بمواعيده، لما يديك ميعاد يجيلك قبل الميعاد عشان هو حاسس بكم الكوميتمنت بتاع الميعاد ده. الشخص البرسيفر شخص فليكسبل قوي بقى، العكس بقى، شخص عنده فليكسبيليتي، مرونة كبيرة جدا جدا، وبالتالي الميعاد 4 هو يقول لك انا ممكن 4 4 ونص، 5 5 ونص، هو هيجي لك، تمام، وخلاص ده المهم بالنسبة له، هيحقق لك الهدف يعني. لكن في وضعه مثلا للاشياء، تبص تلاقي الحاجات بتاعته ممكن تتحط بشكل غير مرتب شويه، غير منظم. هو في الاخر بيحقق الهدف بتاعه، هيحقق الهدف والجول، هيوصله. ملكش دعوه بقى بكتبي انا رصصها ازاي، الديسكتوب بتاعي منعكش، دولابي مش عارف ايه، انا عارف كل حاجه بجيبها منين. في الانماط اللي احنا بنذكرها دي يا جماعه، احنا ما بنقولش في نمط افضل من نمط، ما بنقولش في مفضله افضل من التانية او هتحقق نجاح عن التانية. الاتنين ممكن يوصلوا لنفس الهدف بس وفي نفس الوقت، ويحققوا بنفس الكفاءة والفعالية. هي الفكرة ان كل واحد
ليه ستايل، ليه اسلوب مختلف عن التاني، هو بيفضل الاسلوب ده عن ده، تمام؟ فهي مفضله ايه؟ مفضله شخصيه عنده، تمام. طيب لما لو جيت مثلا اقول لك بقى انت تستفاد من الكلام النفسي بقى السلوكي ده في ايه، في اداره الاعمال او في الاداره العامه، لا ده انا استفاد منه قوي. يعني انا مثلا لو عندي شغل اذى في الوقت بتاعه على ميعاد التسليم بتاعه خلاص قرب ماشي، والمفروض ان انا هسلمه وعايز موظفين يبتدوا ياخدوا الشغلانه دي يخلصوها لي ماشي، اروح لمين؟ للشخص الجادج ها، والملتزم المنضبط قوي، ولا الشخص البرسيف اللي هو عنده فلكسبيليتي، عنده مرونه عاليه؟ ناس كتير تقول لك الملتزم، لا انا اقول لكم لا، مش الجادج. طبعا كله هيلتزم وهيأدي، بس ما اروحش للجادج الصارم الحاسم ده. ليه؟ لان الشخص ده يقول لك انا مش هقبل الشغل ده اساسا، انت لازم تديني وقت، انت ازاي تيجي لي في اخر لحظه وترمي عليا شغل زي ده ماشي. لكن الشخص البرسيف اللي عنده فلكسبيليتي، عنده مرونه ويقدر يتكيف مع اي وضع وفي اي وقت، وده الشخص اللي ممكن ياخد منك الشغل في اخر لحظه ويخلصه كمان وما عندوش مشكله فيه. الحقيقه التحليل دوت او الاسسمنت ده انتوا لو عملتوا عليه بحث على النت هتلاقوه متوفر بشكل كبير، بيخرج لنا 16 نمط من انماط مفضلات الشخصيات المختلفه، 16 نمط، كل نمط منهم في بيمثلوا 4 حروف للاربع اتجاهات اللي احنا كنا بنتكلم عليهم، وخلاصة كل نمط من دول بيخلق عندنا كاركتر او شخصية ليها انطباعات وليها توجهات وليها طريقة تعامل مختلفة عن الايه، مختلفة عن التانية. طيب احنا واحنا بنتكلم كده عن الإدارة العامة ماشي، زي ما احنا مشايفين في المراحل اللي فاتت دي كلها احنا اتكلمنا عن علاقة الإدارة العامة بالعلوم المختلفة، واتكلمنا عن علاقة الإدارة العامة بالقانون وبالسياسة وبعلم الاجتماع وبالعلوم النفسية، ولقينا أوجه اختلافات وأوجه تشابه كبيرة ما بين الإدارة العامة وما بين العلوم المختلفة، واتكلمنا ان الإدارة دي هل هي علم ولا فن، واتفقنا ان الإدارة لازم يكون ليها المنهج العلمي اللي يحكمها، صح تمام. طيب اما انا بتكلم عن منهج علمي يبقى اكيد بتكلم عن نظريات، ما انا اما فين بقى المنهج العلمي؟ ها راجع، انا رجعت لايه؟ لاسس علميه اكيد، تمام، في نظريه، في تفكير علمي اتبعته عشان احط اسس لمبادئ الاداره العامه. طب عشان انا احط نظريات او احط اسس لازم اعرف الاول ايه هي النظريه. النظريه يا جماعه هي تفكير علمي بيفسر لنا ظواهر حقيقية مبنية على المنطق، والظواهر هنا اللي أنا بقصدها هي ظواهر إيه؟ ظواهر سلوكية. ففي علوم الإدارة أنا رحت فكرت بطريقة علمية، حللت ظواهر قدامي وسلوكيات للأفراد اللي موجودين عندي شغالين في المؤسسة أو المنظمة، وخرجت بعد كده لاستنتاج عام عن كيفية وضع أسس لإدارة الأفراد دولت بالشكل الإيه؟ بالشكل السليم. إذا أنا لازم أبقى عارف إيه هو الهيكل النظري للمنظمة من إدارات وأقسام ووظائف مختلفة اللي هو هنقول عليه الهيكل الإداري أو الخريطة الإدارية. لازم أبقى عارف النظرية الإدارية بتاعتي بتركز على تغيير الفرد كفرد ولا تغيير المجموعة كلها اللي هم مجموعة الأفراد. لازم ابقى عارف ان اي نظرية ادارية مفروض انها وضعت علشان تتنبأ بالتغير في السلوك، والتنبؤ بالتغير في السلوك ده يستتبعه ايه؟ يستتبعه وضع هياكل مختلفة تتماشى مع ايه؟ مع التغيرات اللي هتحصل عندنا في الايه؟ في السلوك، وبالتالي وضع الهياكل المختلفة هيتتبعه ايه؟ شكل مختلف من اشكال التنظيم. طيب كويس، عشان تتصف النظرية بأنها فعالة وكفء لازم ان هي تكون مطابقة للواقع، لازم ان هي تكون بسيطة، لازم يكون ليها قدرة على التنبؤ، لازم تكون واضحة
ومحددة، لازم تكون ثابتة، لازم تكون في إمكانية لتطبيقها قبل التطبيق، لازم يكون ليها كمان جدوى، إيه؟ جدوى اقتصادية، في مردود هيعود علينا اقتصادي، في منفعة، في تقليل لحجم البرودكشن، لحجم الإنتاج، في زيادة وتحقيق بروفيت، منافع. طيب في تشابه كبير في تطور علم إدارة الأعمال وعلم الإدارة العامة والتطور التاريخي ليهم، وهنشوف في المرحلة اللي جاية كمان تطور الفكر الإداري في الإسلام والفكر الإداري المعاصر من مدارس تقليدية أو كلاسيكية، وهنشوف مدرسة العلاقات الإنسانية والمدرسة السلوكية ومدرسة اتخاذ القرار والنظم وغيرها، وهنشوف البعد التاريخي لكل حاجة منها. الفكر الإداري في الإسلام طبعا قديم، ابتدى من 1400 سنة تقريبا، وجاء الفكر الإداري في الإسلام بمبادئ مختلفة وأسس لو طبقناها في زماننا ده لحصل لنا تغيير كبير جدا. كانت من أهم المبادئ اللي ظهرت عندنا في الإسلام مبدأ الأخذ بالشورى، ودي درجة أرفع من الديمقراطية اللي احنا شايفينها موجودة في العصر الحالي. وبالرغم من ان احنا من عدم تحقيق نجاح في غزوة احد مثلا لو خدناها على سبيل المثال، الى ان النبي عليه الصلاة والسلام قرر انه يشاور اصحابه. ليه؟ لان تعدد الاراء افضل في، والفكر الاداري قائم على ان يكون في مبادئ ويكون في تشاور وفي ديمقراطية ما بين الناس. الامام الغزالي بيقول ايه؟ رأيك صواب يحتمل الخطأ، ورأي وخطأ يحتمل الصواب، تمام، او العكس على ما اتذكر يعني المقول. two minds is better than one mind، عقلين بيفكروا افضل بكتير من ايه، من عقلية واحدة بس هي اللي بتفكر. يبقى اول مبدأ من مبادئ الاسلام عندنا هو الاخذ بمبدأ الايه، بمبدأ الشورى. طيب المبدأ الثاني في الاسلام هو الايه، الرقابة الذاتية، كل شخص رقيب على نفسه، فالموظف في الهيئة الحكومية بيشتغل وممكن يروح يزوغ، يروح يزوغ، ها ايه اللي بيخليه يشتغل، ها وما يزوغش؟ الرقابة الذاتية، ماشي. انا عايز احلل الفلوس اللي باخدها، انا عايز ابذل جهد مقابل المرتب اللي انا باخده، تمام. تالت مبدأ في الاسلام هو مبدأ الاجر، ماشي، اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه، ماشي. مبدا تقسيم العمل وتوزيعه على الافراد، مبدا الجداره، ماشي. ما يكفيش انك تؤدي عملك بطريقه جيده، ولكن يجب ان تحسن فيه، صح. وعندنا احاديث كتيره واقاويل كتيره بتتكلم في وايات كتيره بتتكلم وبتحث على الايه، على احسان العمل واتقان العمل. مبدأ التحفيز الإداري، مبدأ الثواب والعقاب، ده طبعا موجود في الإسلام. يبقى احنا عندنا في أربع مبادئ وأسس أساسية ظهرت لنا فيها مبادئ الإدارة في الإسلام من 1400 سنة. مبدأ الأخذ بالشورى، ماشي، الرقابة الذاتية، مبدأ الأجر، مبدأ التحفيز الإداري، وذلك من خلال الثواب والعقاب، وطبعا السنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام واتباعها، والآيات القرآنية الكريمة اللي كانت بتحفز عن الارتكاب، بتحفز على الإتيان بالثواب والإتيان بالحسنات والبعد عن الإيه، والبعد عن المعاصي. طيب لو انا جيت ابص بقى على تطور الفكر الاداري وتطور المدارس المختلفة وتأثر الادارة بيها، هنلاقي مثلا ان عندنا المدرسة التقليدية او المدرسة الكلاسيكية، بعض الكتب بتتكلم عنها وبتسميها الكلاسيكية القديمة والحديثة، والبعض بيتحدث عنها على انها ثلاث اقسام وبيضيف ليها البيروقراطية بتاعت ماكس فايبر، بس انا الحقيقة هفضل تأجيل الحديث عن البيروقراطية لان في عندنا فصل كامل بيتكلم عنها في الكتاب بتاعنا. خلينا نقول النظرية الإدارية العلمية
او المدرسه الكلاسيكيه القديمه اتقسمت ل المدرسه اللي بيسموها المدرسه التقليديه الكلاسيكيه، اتقسمت ل فريدريك تيلر وهنري فيور وماكس ويبر او فيبر اللي هو اتكلم عن المنظمه المثاليه. فريدريك تيلر وهنري فيول هما اشهر اتنين اتكلموا في المدرسه التقليديه الكلاسيكيه، والكتاب عندنا بيتعرض ليهم بشكل كبير جدا، واحنا كمان هنتكلم عنهم بالتفصيل. يجينا بعد كده الكلاسيكيه الحديثه اللي هي مدرسه العلاقات الانسانيه اللي ظهرت على ايدين التون مايو في تجارب الهاوثورن، ودوجلاس طبعا ماكري جاور في نظريات اكس ان واي، وانا برضو هفضل الكلام عن دوجلاس ماكري جاور عند الحديث عن الايه عن القياده. طيب نظريه التقسيم النظريه الاداريه العلميه على ايدين طبعا في المدرسه السلوكيه بتاعه مازلو وهيرسبرج وفروم وإيرجريس ونظريه الوجدانيه للدوافع، ودول هنتكلم عليهم برضو في وقته. طيب سبب ظهور المدرسه التقليديه الكلاسيكيه ايه؟ ماشي، سبب ظهورها الحقيقه دي ظهرت لنا بعد الثوره الصناعيه مباشره. ماشي، انا ما كناش عندنا مشكله خالص في توفير العاملين، يمكن مع تزايد الحركه الصناعيه في نهايه القرن 19 وبدايه القرن العشرين كان في تحدي بيواجه المديرين بيتمثل في محورين اساسيين: ازاي ان انا ازود الانتاجيه واجعل الشغل اكتر سهوله، تمام، وبالتالي ارفع الكفايه الانتاجيه، وازاي ان انا احفز العاملين علشان استفيد من خبراتهم ومن جهودهم في تشغيل الالات وبالتالي احقق المثاليه في العمل. خليني اقول لحضراتكم ان قبل الثوره الصناعيه كانت منهجيه العمل قائمه على ايه؟ قائمه على الانتاج الكمي وليس الكيفي، تمام، كنا بننتج بكم ايه، بكم كبير، وكل الانتاج اللي كان بيتم انتاجه على فكره كان بيتم ايه، بيتم توزيعه، كان الديماند عالي ماشي والسبلاي او المعروض مش كبير مش كتير. طب يا ترى هو شكل الصناعات كانت بتبقى شغاله ازاي؟ الحقيقه كانت صناعات حرفيه بسيطه جدا، الناس بتشتغل في البيوت بتاعتها، اصحاب العمل ما كانش فيه فكره صاحب العمل قد ما هم كانوا اسره واحده بيشتغلوا مع بعض في حرف بسيطه بيدورها الاسره في البيت، او بيتجمعوا في بيت واحد منهم وبرده المجموعه اللي تعرف بعض، وكانت الاعمال كلها اعمال يدويه وبسيطه، تمام، لغايه ما جت لنا الثوره الصناعيه والاول مره يتقابل الانسان مع الماكينه، تمام، في مكان واحد سمي هذا المكان الايه المصنع، والمصنع بقى اختلفت طبيعه الناس اللي شغالين فيه عن طبيعه العماله البسيطه اللي قائمه على العمل اليدوي اللي كانت ناس ومجموعات واسر كلهم عارفين بعضهم، ده كان المدير هو رب الاسره، كبير البيت بيدور شويه الحرف البسيطه مراته بتشتغل فيها واولاده واخته واخوه وقرايبهم، هو ده الكبير او المدير اللي كان بيدير العمل او بيدير البيزنس. لكن لا، المصنع ظهرت لنا فيه عماله مختلفه من اماكن مختلفه، ناس ما تعرفش بعضها، ابتدى يظهر عندنا الاحتياج لكيفيه التواصل والتفاعل والتعامل والتحفيز وحل الصراع اللي بينشا ما بين اختلاف ثقافات واختلاف سلوكيات واختلافات مختلفه، فابتدت تظهر عندنا اهتمامات تانية. طيب بعد الثورة الصناعية ما كانش عندنا مشكلة في العاملين، ما كانش عندنا مشكلة في توفر العاملين، كان التركيز في على ان احنا عايزين نقسم العمل، احنا عايزين ندرس الوقت والحركة، احنا عايزين نزود الانتاج. طب وبالنسبة ده بالنسبة للعمل، طب وبالنسبة للعاملين بقى؟ لا، انا عايزة اسيطر على العاملين واركز عليهم اكتر، انا هستخدم حوافز تزود الانتاج، انا ما بهتمش بمشاعر العاملين خالص، لازم اراقبهم رقابة شديدة، تمام. اول واحد ظهر عندنا او اول واحد هنتكلم عنه هو فريدريك تيلر صاحب نظرية الإدارة العلمية The Scientific Management، وأطلق عليه أبو الإدارة العلمية The Father of Scientific Management. الحقيقة فريدريك تيلر عاش من سنة 1856 لغاية 1915، تمام، ونقدر نقول إن
ان تيلور عمل ثوره في تصحيح اساليب الاداره التقليديه ورفع الكفايه الانتاجيه. كان كل هدفه ان هو يطبق الاسلوب العلمي في البحث، تمام، الاسلوب النظري، ويبني علوم يدرس عليها اساليب الاداره السليمه. فعمل لنا، ومش بس كده، قال لك ده انا كمان عمل اسلوب علمي لاختيار العاملين وازاي يدربهم على عملهم. صمم لنا نظام للحوافز لتحفيز العاملين، يتناسب النظام ده مع انتاجية الموظف، بينتج قد ايه بناء عليه ياخد مبالغ مادية قد ايه. كان بيهتم بمبدأ التخصص وتقسيم العمل. خلينا نقول ان فريدريك تيلور عمل لنا نظرية مهمة جدا، اتكلم عنها في كتابه مبادئ الإدارة العامة، اسمها نظرية الايه، نظرية الموشن اون تايم. نظرية موشن اون تايم، نظرية موشن اون تايم دي كانت قائمة على ايه؟ قالك انا بدرس الوقت اللي بيقوم بيه العامل بنقل البرودكت او المنتج بتاعه من مكان لاخر، وبدرس كمان عدد الموشنز او الحركات اللي بيقوم بيها العامل لنقل الانتاج ده من مكان للتاني، وابتدى يدرس الالات او الادوات المستخدمة. خلينا نقول ان اول ما طبق النظرية دي طبقها على منجم فحم، تمام، فابتدى يدرس الحركة اللي بتستغرق من العامل في منجم الفحم عشان يعمل نقلة فحم واحدة باستخدام اداة، هي اداة اشبه بالشادوف او الجاروف اللي بيستخدمه الفلاح عشان ينقلها من وقت للتاني. فابتدى يحط معايير للوقت اللي بيستغرق ومعايير لعدد الحركات الموشنز المستخدمة في نقلة الفحم الواحدة، وقال لك انا لو عدلت من الاداة ديت، تمام، وغيرت من المعايير بتاعتها، تمام، وخليتها اداة اكبر شوية، تمام، وطولت الدراع، انا هقلل عدد الموشنز، عدد الحركات اللي بيستغرقها العامل في نقلة فحم واحدة، لانه مش هيضطر يوطي على الجاروف دوت، لان انا استبدلته بعصاية جاروف اكبر ومساحة الجاروف نفسها زادت او كبرت، وبالتالي النقلة بتاعت الفحم زادت. طيب، بس ظهرت قدامه مشكلة، لما غير الأداة ديت ظهرت قدامه مشكلة، لقى ان عمال كبير كتار جدا كان تركوينهم البنياني ضعيف او هزيل، ما يقدرش يستعملوا الأداة ديت بتاعت نقل الفحم. فابتدى يطلع هنا بقى الايه، يحط كمان معايير لاختيار العاملين. يعني هو حدد بشكل علمي عدد النقلات هتبقى قد ايه، كم النقلات قد ايه في وقت قد ايه، والموشنز عدد الحركات المستغرقة قد ايه، وبالتالي اقدر اكسبكت اتنبأ كمان بحجم الانتاج اللي هيخرج من العامل على مدار اليوم قد ايه. وطورت الأداة اللي هتحقق لي تزود لي الإنتاجية، بس اكتشفت ان انا لازم احط معايير لاختيار العاملين علشان يقدروا يشتغلوا على الأداة دي عشان يحققوا الإنتاجية دي. يبقى هنا هو عمل ايه، هو حلل خطوات العمل واستبعد كمان الموشنز، الحركات اللي ملهاش لازمة، اختار العاملين بشكل علمي ودربهم وحطهم في مكان مناسب عشان يوصل لأعلى درجة من درجات الايه، الكفاءة. قالك العامل بينتج انتاجية قدرها كذا هياخد مقابل مادي قدره كذا، وبالتالي الحوافز دي فكر جديد دخله تيلور علشان يشجع العاملين على الاداء بالطريقة المطلوبة وبالسرعة المطلوبة، ما تعملش تعمل لي حركات كتير، موشنز كتيرة تضيع الوقت، انت هتاخد مقابل مادي نظير ايه، نظير معدل السرعة المطلوب منك. قالك ان لازم يبقى في شكل من اشكال التعاون ما بين الادارة والعمال. الادارة ايه شكل التعاون بقى، ايه شكل التعاون؟ ان الادارة هتخطط عدد الموشنز، عدد الحركات، وهتحدد البرودكشن قد ايه، وهتحط لك معايير للادوات المستخدمة، والعمال عليهم التنفيذ. يبقى الادارة بتخطط والعمال بينفذوا.
ده مين؟ ده النظرية بتاع الإدارة العلمية لفريدريك تيلر. جالنا بقى هنري فيول أو هنري فيل من سنة 1841 ل 1725، وكان بيكلمنا عن النظرية العامة للإدارة. خدوا بالكم هنري فيول كان بيتكلم في فرنسا عن الادمنستريتيف مانجمنت، وتيلور كان بيتكلم في امريكا عن الساينتفك مانجمنت. الحقيقه فيول ليه اسهامات واسعه وكبيره جدا في نظريه التقسيم الاداري، ودي كانت نظريه ليها عمق كبير قوي اكبر من الاداره العلميه بتاعه فريدريك تيلور. هنري فيول اساسا كان مدير واهتم جدا بوضع نظريات عامه للاداره، الاداره الايه؟ الاداره الاداريه الادمنستريتيف مانجمنت. اهتم بوظائف الاداره على كل المستويات، تمام، واهتم بالاداره على المستوى الاعلى عكس تيلر. تيلر كان اهتمامه الاكبر بالناس العاملين في خط الانتاج، البرودكشن لاين شغال في ايه، ان عاملين في مناجم الفحم كان شغالين في ايه. واهتم بالإدارة العليا وكتب عنها في كتاب مشهور ليه جدا صدر سنة 1916 اسمه الايه، الإدارة الصناعية والايه والعامة، الإدارة العامة الادمنستريتيف مانجمنت. الحقيقة ليه مساهمات كبيرة جدا فيقول ليه ثلاث مساهمات كبيرة، كل مساهمة منهم او كل انجاز منهم بيندرج تحته عدد كبير جدا من الانجازات التانية. فيقول اهتم بصفات الاداريين واهتم بتدريسهم، وقال لك ان المديرين محتاجين ان يكون لهم مواصفات جسمانية واخلاقية وذهنية، محتاج يكون مثقف، محتاج يكون على درجة من الرقي، ها، علشان يقدر كل ما يرتقي بالسلم الاداري بتاعه او كل ما بيترقى، كل ما بيحتاج لان يثقل مهاراته الاداريه وصفاته الانسانيه تزيد وتتسع، تمام، في حين نادى بان المهارات الفنيه محتاج انها تبقى اكبر واوسع في المستويات الايه، في المستويات الدنيا او في الاداره الايه، في الاداره التشغيليه، تمام. اهتم بان المدير لازم يبقى شيك كده ونظيف ولابس حلو، يهتم بالفيزيكال هايجين بتاعته، يكون شخصيه كاريزما مؤثرة، شخصية الناس بتحبه، وهكذا. يبقى ده اول اسهام لي. تاني اسهام لي ان هو حطلنا الـ 14 principles of management administrative management، حطلنا الـ 14 مبدأ الاساسيين من مبادئ الادارة العامة. الـ 14 مبدأ دول بقى بيتكلموا في ايه؟ قالك المبدأ الاولاني هو مبدأ الايه؟ مبدأ تقسيم العمل. العمل لازم يتقسم. خد بالكوا برضو هو ما اختلفش كتير في تقسيم العمل عن ايه، عن تيلر. تيلر برضو كان بيتكلم في تقسيم العمل، يتكلم عن وحدة الامر، قال لك لازم يكون في مدير واحد بنرجع له، لازم يكون في امر واحد، المركب اللي عليها اكتر من رئيس بتغرق، فلازم يكون في واحد بس بنرجع له عشان يبت في الايه، يبت في الامر. اتكلم عن النظام وازاي ان الناس لازم تتبع النظام ويكون النظام ده جاي من ايه، جاي من جهة واحدة، تمام. اتكلم عن المركزية واللا مركزية، امتى نادي بالمركزية وامتى انادي باللا مركزية، تمام، وانه هيكون افضل في العمل او في الادارة. اتكلم عن الاداء، العدالة في الاجر، لازم الاجر او العائد من العمل يكون في نوع من انواع الايه، نوع من انواع العداله. اتكلم في المصلحه العامه، ان احنا كلنا بنحقق المصلحه العامه للدوله، المصلحه العامه للمؤسسه، تمام. اتكلم في استقرار العمل، العمل لازم العامل يشعر فيه ان في نوع من انواع الاستابيليتي، نوع من انواع الامان والاستقرار فيه علشان يقدر يديك، تمام. طيب اتكلم في وحدة الاتجاه، unity of direction، كلنا ماشيين في سكة واحدة، كلنا رايحين لطريق واحد، كلنا بنحقق هدف واحد، والهدف ده معلن امام الجميع وواضح بالنسبة لنا، وعشان كده كلنا بنسعى لتحقيقه وبنشتغل عليه.
اتكلم في الكوميتمنت او الانضباط والالتزام، اتكلم في المبادئة ان العامل لازم نخرج من جواه، نخرج من جواه الانيشيتيف او المبادرة اللي تيجي من عنده. مبادرة لازم يبدع، لازم يبتكر، ولازم انت كمان تشجعه كمدير على ده، ازاي يبدع ويبتكر. تمام. اتكلم عن روح الفريق، ازاي ان الناس تشتغل مع بعض بفكرة تيم بلاير، بفكر ان احنا كلنا بنسعى لتحقيق هدف واحد والهدف هيعود علينا كلنا بالصالح العام. تمام. اتكلم في تدرج السلطات. تمام. قال لك في مدير عام وفي مدير ادارة وفي رئيس قسم، في تدرج للسلطة. تمام. من اعلى الادارة العليا الى ادناها. تمام. ولازم تضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لازم يتناسب الشخص مع مكانته الايه، مع مكانته الوظيفية. فانت لازم تعرف ايه هو شكل التسلسل القيادي اللي موجود عندك، تدرج المستويات اللي موجودة عندك. لازم تشتغل بالترتيب الاشياء عشان تضمن حسن الاداء، لازم تشتغل بشكل ايه مرتب، ويتضمن الترتيب ده برضو ترتيب الافراد بحيث تحط كل فرد ايه في مكانه المناسب. اتكلم عن السلطة والمسؤولية وعلاقتهم ببعض ومدى الارتباط ما بينهم، وان انت يدام اديت مسؤولية لازم تدي معاها بالتبعية السلطة اللي تدي اللي تحقق لي مساحة من الحرية عشان اقدر اتحمل المسؤولية ديت واقدر انفذها على الوجه الاكمل. تمام. اتكلم عن المساواة، وازاي لازم تساوي ما بين العاملين وبعضهم، مبدأ العدالة والمساواة في تعامل الإدارة العليا مع العاملين اللي موجودين عندنا. والكلام ده طبعا موجود عندكم في الكتاب ومكتوب عنه حاجات كثيرة وجميلة جدا، وان ازاي ان فيول يعتبر مؤسس علم الإدارة الحديثة، وانه ازاي ميز الادارة دي وجعل منها وظيفة قائمة بذاتها مختلفة عن بقية وظائف المشروع بالكامل. بس هو ليه انجاز كمان انه هو اتكلم في وظائف الادارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق ورقابة. تمام. اتكلم في الفانكشنز اوف مانجمنت، واتكلم فيها باستفاضة. تمام. بس خلينا نقول الكلام ده والحاجات الجميلة دي موجودة من اكتر من 100 سنة. تخيلين حضراتكم هنري فيول كان من سنة 1841 ل 1925 نتكلم في الحاجات دي، فالكلام ده موجود من حوالي 100 سنة، ولا زال حتى الان بعض الادارات الحكومية عندنا والمؤسسات والهيئات لا تعتبر المبادئ دي. احنا بنسعى حتى الان في تطبيق المبادئ دي اللي ظهرت من اكتر ايه من 100 سنة. تمام. طيب ظهرت لنا بعد كده المدرسة العلاقات الانسانية. تمام. الحقيقة المدرسة اللي احنا اتكلمنا فيها دي اللي هي مدرسة الادارة العلمية والتقسيم الاداري لفيول وتيلر كانت متطرفة في اتجاه الجمود وعدم اعتبار العنصر البشري، وعملت الانسان على انه آلة. تمام. فظهرت لنا الحركة بقى الإنسانية كرد فعل لحركة الإدارة العلمية وتركيزها على العمل وتجاهلها التام للعنصر الإنساني. انتقدت كمان الحركة الإنسانية أو مدرسة العلاقات الإنسانية الإدارة العلمية، انتقدتها في إيه بقى؟ قالت لهم إن الإنسان ده مش آلة، وإن الإنتاج ذاته لو هو الهدف من الحركة العلمية، لو انا هدفي تحقيق انتاج، فالانتاج ده بيتم بايدين بني ادمين، فالوسيلة ان انت تحقق بيها اقصى كفاية انتاجية هو ان انت تراعي النواحي السلوكية والانسانية وتحاول تشبع الحاجات النفسية والاجتماعية للعاملين. وحتى لو كانت الحركة العلمية او الاتجاه العلمي اعتمد على طريقة البحث العلمي في دراسة خطوات الانتاج عشان اوصل للحل الامثل والافضل والاكثر كفاءة وفعالية لتحقيق الانتاج باقل وقت وجهد، فالحركة الانسانية برضو او مدرسة العلاقات الانسانية اعتمدت كمان هي على الاسلوب العلمي في تحليل السلوك البشري،
وازاي العلاقات بين العاملين وبعضهم في المؤسسات والمنظمات بتتم، واهتمت بسلوكهم الوظيفي وازاي ترغبهم في العمل. فمدرسة العلاقات الإنسانية اعتمدت على ان الانسان هو محور العمل الإداري، واعتبر عالم الاجتماع الأمريكي الأسترالي إلتن مايو هو اول من قام بدراسة حركة العلاقات الإنسانية من ناحية العملية والتجريبية. طبعا إلتن مايو اهتم جدا بمشاعر وأحاسيسه الإنسان، بس هو كمان راح للجانب المتطرف شوية، وزي ما قلنا هو كل تطرف بيقابله جهة تطرفية هي كمان. هو نسي شوية ان هو بيدور بشر، الاولانيين نسيوا ان هو ما بيدوروا بشر، والتانيين نسيوا ان علم الاداره لازم يطبق بشكل ايه، بشكل علمي، علشان تقدر توصل لاعلى درجه من درجات الانتاج. افترضوا ان الحوافز الماديه، المدرسه الاولى افترضت ان الحوافز الماديه هي بس اللي بتهم العاملين، تمام. فراح هو بقى عمل ايه إلتن مايو؟ قال لك انا هبني الدراسات بتاعتي، طبعا احنا زي ما اتفقنا هنأجل الكلام عن البيروقراطية. هو قال لك ايه، انا هعتمد في دراساتي على اثبات ان البيئة الخارجية، زي ما المدرسة العلمية اتكلمت وقالت، البيئة الخارجية والعوامل المادية هي المؤثر الاول في تحديد الايه، في تحديد الانتاجية وزيادة، في زيادة الانتاجية ورفعها. وراح عمل الدراسات بتاعته وتجاربه ديت في شركة ويسترن، في شركة ويسترن إلكتريك اللي في ولاية شيكاغو، ودرس آثار دراسة المتغيرات بتاعة البيئة العمل على طاقة العامل. وانتهى لإيه بقى، حتى عمل تجربة جميلة قوي اسمها تجربة الإيه اللايتنينج، أو تجربة الإيه الإضاءة. قال لك انا هحط العاملين تحت الملاحظة، وهدرس متغير بيئي او متغير في بيئة العمل، الا وهو الاضاءة وتأثيرها على الانتاجية. وقال لك ان كلما، مفترض ان كلما زادت الاضاءة اللي هو زاد الحافز البيئي، تمام، المفترض ان ايه تزيد الايه الانتاجية. ده الاسامشن او الافتراض الاول، وبالتبعية باختفاء هذا الافتراض، باختفاء هذا المتغير او بتأثره بالماينس يعني بالسلب، تقل الانتاجية. لو الاضاءة قلت تقل الانتاجية. عمل ايه؟ جاب مجموعة من العاملين في المصنع وابتدى يدرس درجة الاضاءة عليهم، ولقى ان كل الاضاءة ابتدى يخفض الاضاءة، ويدرس درجة الانتاجية بتاعتهم، لقى الانتاجية بتاعتهم بتزيد، ماشي. يخفض الاضاءة تاني يلاقي الانتاج برضو بيزيد. المفترض العكس، ان الاضاءة دي متغير في بيئة العمل، لما يقل تقل معاها الانتاجية، تمام. طب هو ايه الموضوع، ايه اللي حصل يا ترى، تفسير الظاهرة دي او اللي حصل ده ايه؟ تفسير اللي حصل ده ان العاملين في المصنع كانت عندهم دوافع تانية ادت لزيادة الانتاجية، هما شعورهم باهتمام الادارة، ده لو الادارة جايبة ناس وتعمل عليهم ابحاث وبتاع، فحسوا باهتمام الادارة بيهم. فقال لك ايه ده، اذا معنى كده ان الادارة العلمية اللي كانت بتنادي بالحافز المادي والمتغيرات البيئية ودي حوافز للموظف كويسة تاخد منه انتاجية، ده كلام غلط، تمام. ده في عوامل تانية بتؤثر في سلوك العاملين، هي عوامل انسانية، والعلاقات الإنسانية لها تأثير كبير جدا أهم من العوامل المادية. وابتدى بقى بيهتم بدراسة بقى حاجات كتيرة، شاف بقى متغيرات تانية مختلفة، زي العاملين، علاقات العاملين ببعضهم وبعض شكلها ايه، علاقة العاملين بالمدير ايه وتأثيرها. طب سمعهم موسيقى في المصنع دوت، وتأثير الموسيقى على السلوك الانتاجي بتاعهم والطاقة الانتاجية بتاعتهم هتكون ايه. ومن هنا هنلاقي ان الجهاز الحكومي في اي مجتمع ما ينفعش ينفصل خالص عن اعتبارات الزمان والمكان والسكان، فهو بيتأثر بالحضارة، بيتأثر بالتنظيم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي اللي هو نما ايه فيه.
طبعا ترتبط على الحركة الإنسانية والاجتماعية في الإدارة دي نتائج كبيرة ومختلفة. طبعا النتائج دي زي ما احنا شايفين، طبعا هو درس الإضاءة، درس طول ساعات العمل وفترات البريكات والراحة قد ايه، مدى الصداقة، الحافز المادي، وعمل مقابلات شخصية معاهم. نتائج التجارب دي بقى قالك ايه، العامل ده ما هوش أداة في ايدين الإدارة تحركه زي ما هو عايز، ما هي عايزة، هو ما هوش ترس في آلة. تمام. الجماعة كمان اللي بينتمي إليها العامل بتؤثر على جوانب مختلفة من السلوك بتاع الإنسان. تمام. علاقة العامل بالمنظمة ما هيش علاقة اقتصادية بس فلوس ومرتب بياخده وخلاص، لا، دي في علاقات تانية، والعلاقات المعنوية والإنسانية دي مهمة جدا. تمام. ما ينفعش أفصل تماما ما بين السياسة والإدارة العامة، دول وجهين لعملة واحدة. ايه هي الحكومة. تمام. الادارة العامة لا، مش هدفها تحقيق بس اقصى انتاجية بمعنى اقتصادي ربحي، ولكن هي كمان بتسعى لتحقيق انتاجية بالمعنى الاجتماعي، فهي هدفها كمان ان هي ترفع الخدمات المقدمة اجتماعيا واقتصاديا وهكذا. في انواع مختلفه من الاشراف على العاملين. اكتر انواع الاشراف على العاملين تحقق لك كفاءه وفاعليه هي انك تشرك العاملين معاك في اتخاذ القرارات. تمام. يبقى دي خدوا بالكم، تجارب الهاوثورن ديت استمرت من سنه 1927 لغايه 1932، 5 سنين بيقوم بالتجارب بتاعته دي، والحقيقه التجارب بتاعته عملت طفره في دراسه السلوك السلوك الانساني. طيب بقى ايه هي الاثار اللي ظهرت لنا لتجارب الهاوثورن؟ قال لك طبعا ظهرت الافراد والعلاقات الانسانيه لاول مره في في المشروعات. ماشي. لاول مره يحصل العاملين على اجازات سنويه ويحددوا ساعات العمل الاسبوعيه. بدأ الاعتراف بحقوق العمال في الرعاية الصحية والاجتماعية. بدأ تدريب المديرين عشان ازاي يراعوا اصول العلاقات الانسانية والمعاملة الحسنة للافراد. طب ايه هي سلبيات مدرسة العلاقات الانسانية؟ ما قدمت لناش نظرية كاملة للتنظيم، ركزت بس على البني ادم والعنصر البشري. قال لك مش بالضرورة يبقى يحصل خلاف وتناقض ما بين العمال والادارة، ممكن يكون في تكامل ما بينهم. مش بالضرورة ان العلاقات الانسانية تؤدي ما بين الجماعات لزيادة انتاجيته خالص. قال لك ان الصراع والمنافسة ما بين الافراد بنعتبره ده في بعض الاحيان امر مقبول. انت ليه بتعتبره امر غير مقبول؟ في الواقع ده ممكن يكون متغير مهم لنجاح النظام. احيانا المنافسة الكومبيتيشن دي بتؤدي لزيادة الانتاجية. انت ليه اهملت تماما جانب التحفيز؟ تمام. واهملت الحوافز المادية؟ ما انت كده بتفتقد عنصر مهم جدا في تفسير السلوك الانساني داخل المنظمات، هو عنصر الحوافز. ما فيش حد بيشتغل لو في محفز بيحركه، والحوافز المادية جزء كبير من مهم جدا في الحافز بتاعنا. تمام. طيب طبعا احنا عندنا دوغلاس ماكري جاور في نظريته الاكس ان واي، وده برضو نظرية مهمة جدا بس احنا ناخدها بالتفصيل في مجال القيادة. طبعا لو احنا نرجع تاني لتعريف الادارة العامة، فاحنا قلنا ان الادارة العامة دي تنظيم وادارة الجهود البشرية لتحقيق الاهداف الحكومية في اطار السياسة العامة للدولة. اما الاداره الخاصه اللي هي اداره الاعمال فهي بتعني ايه؟ تعني اداره اوجه النشاط الاقتصادي الخاص الذي يهدف الى تحقيق يهدف لتحقيق الربح. وبالتالي فالفرق ما بينهم فرق جوهري في عمليه، ان الاداره العامه خدميه بالمقام الاول، بينما الاداره الاعمال هي تهدف الى الربح او تحقيق الارباح في المقام الاول. لكن مراحل العمليه الاداريه في الاثنين واحده، والاثنين بيهدفوا طبعا لتحقيق الصالح العام. تمام. طيب لو انا بقى هاجي
اقول بما ان الاداره العامه واداره الاعمال الاثنين اهدافهم او مراحل العمليه الاداريه بتاعتهم واحده، تمام، فانا عايزه اوريكم حاجه كده واسالكم عن رايكم فيها. ايه رايكم في الصوره اللي انتم شايفينها امامكم دي؟ الحقيقه الصوره دي يعني وراها رسائل كثيره جدا. يمكن من اهم الرسائل اللي احنا عايزين نشوفها ان مفيش وحده اتجاه. لو انا هرجع لفيول، مفيش وحده اتجاه، مفيش يونيتي كوماند، وحده امر. انا شايف اتنين رئيسه بيتكلموا، مفيش مشاركه للعاملين في اتخاذ القرار. السلطه والمسؤوليه هتبقى عايده على مين؟ الهدف ما كانش محدد من البدايه، مفيش تخطيط مسبق. وبكلمه التخطيط بقى هوصل انا كده للجزء الهام اللي احنا عايزين نتكلم عنه، ماشي، الا وهو التخطيط والتنظيم. يعني ايه تخطيط؟ ماشي، التخطيط اللي احنا نقصده هنا هو التخطيط الحكومي. ماشي، التخطيط اللي بنقصده هنا هو التخطيط الحكومي. التخطيط مبادئه واحده سواء كانت في القطاع العام او القطاع الحكومي، ماشي، ولكن ظواهر الكلام بتبقى قريبه جدا من مبادئ برضو الاداره العامه. ولكن انا عايزين واحنا بنتكلم اننا نستحضر جميعا اننا بنقصد بالتخطيط هنا التخطيط الحكومي، فنحاول دايما نعمل اسقاط على الدوائر العامه التي بتتولى الاشراف على على الدوله الحديثه. طيب ما هو التخطيط؟ هنقول ان التخطيط ده يعتبر جسر بين الحاضر والمستقبل، احدى التعريفات بتاعته، تمام، تقرير حاضر لسلوك مستقبلي بحدد دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل، وبالتالي ببتدي يعني هو نوع من يتضمن داخله نوع من انواع البريدكشن، التنبؤ، علشان تقدر تستميت تقدر المستقبل هيبقى عامل ازاي، فتبتدي تخطط انت هتعمل ايه دلوقتي. هو ان انا احدد الاهداف وابتدي احط سياسات وقواعد عشان واجراءات كمان علشان احقق الهدف ده. ومش بس كده، ده انا بحدد البدائل ايه، وبحدد الامكانيات المتاحة ايه، والبرامج الزمنية اللي هنفذ عشانها الهدف ده هتكون ايه. وبالتالي فالتخطيط على المستوى الشخصي بيؤدي لنجاح الفرد، وعلى مستوى الدولة، تمام، بيؤدي الى استخدام الامكانيات المتاحة طبعا، وبالتالي بحقق بالايه التنمية البشرية. كلنا بنخطط، لازم نخطط نبلان لحياتنا، لازم نخطط لمستقبلنا، لازم نخطط لولادنا، ده على المستوى الشخصي. وعلى مستوى الادارات فاعمالنا بنخطط للادارة بتاعتنا، ايه اهدافها وايه مقومات النجاح بتاعتنا. وعلى مستوى الدولة كمان التخطيط بيشمل دايما التنبؤ بما هيكون عليه المستقبل، ولازم نستعد للمستقبل. فمن الصورة اللي احنا شايفينها دي انا بحدد بالتخطيط انا فين دلوقتي، وايه البوينت اللي انا عايز اوصل لها في المستقبل، وممكن اوصل للبوينت ديت ايه ازاي، تمام، اقدر اوصل لها ازاي. وبقدر اوصل لها ازاي، ببتدي احط البيزنس بلان بتاعتي او دراسات الجدوى بتاعتي اللي ممكن تحقق لي ازاي اوصل لتحقيق الاهداف الاستراتيجية بتاعتي او الخطط الاستراتيجية بتاعتي في المستقبل. طيب التخطيط بيشمل تحديد للموارد البشرية، طبعا لازم ابقى عارف العمالة اللي موجودة عندي قد ايه، وتحديد للموارد المادية اللي موجودة في الدولة، وبالتالي طبعا بحدد البيانات، بحدد المادة الخام اللي موجودة اللي هقدر ابني بيها طبعا الخطط الايه المستقبلية. كل دي حاجات بيانات لازم تبقى تحت ايدي وانا بحط الايه الخطط المستقبلية. فالتخطيط هو وسيلة لتنفيذ الأعمال، وهو مسؤولية على الجميع، كل في موقعه مسؤول عن التخطيط، تمام، التخطيط مسؤوليته ومن مستوى سلطته، فأي أي ما كان قدر السلطة المخولة إليه فهو بقدر السلطة المخولة إليه هو مسؤول بشكل أو بآخر عن التخطيط. المسؤولية طبعا بتختلف حسب المستوى الإداري، تمام، سواء كانت إدارة عليا ام وسطى ام ادارة ايه ام ادارة اشرافية. طيب
يعني في علاقة أكيد ما بين المستويات الإدارية المختلفة وأنواع للإيه وأنواع الخطط، تمام؟ هندرس العلاقة دي مع بعض، بس لازم نعرف الأول إيه هي طبيعة التخطيط. التخطيط طبعا هو أول وظيفة من الوظائف الإدارية. التخطيط هو يعني التطوير الناجح للخطط واستخدامها، تمام؟ التخطيط بيقول لك ان كل من يشترك في العملية التخطيطية لديه رؤية ما للمواقف المحيطة. ايه اهمية التخطيط؟ بيجي اهمية التخطيط من ان هو بيحقق لي الاهداف. بدون تخطيط العمل بيصبح فيه نوع من الارتجالية. يساعد التخطيط طبعا على تقليل التكاليف. اكيد طبعا مش هقدر اعيد من تاني العمل مرة اخرى، وبالتالي بيقلل في تكاليف استخدام الموارد سواء كانت وقت او جهد او عنصر بشري. التخطيط بيقلل من اي نشاط عشوائي اثناء التنفيذ، لان كل واحد عارف هو دوره ايه وبيعمل ايه بالظبط، وبالتالي بيقلل من العشوائية في التنفيذ. التخطيط ممكن يساعدني ان انا احدد طرق جديدة للتنفيذ، طرق فيها نوع من انواع الابتكار عشان اقدر اوصل لايه للاهداف بتاعتنا. وبالتالي فالتخطيط هو اول عنصر من عناصر العملية الادارية. لو انا عايز اعرف علاقة التخطيط بالادارة، التخطيط ده يعتبر احد اهم وظائف الحكومة. التخطيط هو مسؤولية كل المديرين. التخطيط بيحط لنا المدير بيحط المفروض الخطوط العريضة للخطة، وعلى المرؤوسين بقية التفاصيل. ومقصود هنا مش التنفيذ، وضع بقية التفاصيل، لان هما لازم to be involved، لازم يكونوا مشاركين بشكل او باخر في وضع الخطة. مشاركة المرؤوسين في التخطيط مهمة عشان هم الملمين بالمسائل الفنية، هم اللي اكثر تعاملا مع التكنيكاليتي او الحاجات الفنية. لو ما فيش تخطيط، لا في تنظيم ولا في توجيه ولا في رقابة، يعني اختفت بالنسبة لنا بقية الفانكشنز او الوظائف الاساسية التانية للادارة، تمام؟ طيب بالنسبة بقى للتخطيط الحكومي، هنقول ان التخطيط الحكومي ده يعد طبعا رؤية للمستقبل وبيجهز له. الدولة بتحدد الاهداف اللي عايزة توصل لها او عايزة تنجزها. هو بيحدد مجموعة من القرارات اللي ممكن ناخدها علشان نحقق نتائج نقدر نوصل بيها للاهداف بتاعتنا. بيبقى لازم في نوع من انواع التحدي. الشخص اللي هيقوم بالخطة هيقدر يحدد في الفترة الزمنية اللي هو هيقدر يوصل في تنفيذ الخطة، يحققها في الفترة الزمنية المقررة لتحقيق الاهداف. لازم نبقى عارفين طبعا الريسورسز او الامكانيات والاحتياجات بتاعتنا مسبقا. لو انا قلت مثلا وزارة التخطيط، ايه هي اهم المهام اللي ممكن تقوم بيها؟ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها، تعد التقرير الاقتصادي عن الوضع الاقتصادي في الدولة، تحدد اجمالي المبالغ اللازمة لتنفيذ خطط التنمية اكيد، تنسق مع وزارة المالية والاقتصاد اكيد، تجري الدراسات الاقتصادية اللازمة في المواضيع اللي بتتطلب ذلك وتقدم توصيات مهمة، جمع ونشر وتحليل البيانات والمعلومات الإحصائية والاجتماعية والاقتصادية والسكانية، والإشراف على تنفيذ عملية التعداد العام للسكان والمساكن. كل ده طبعا من مهام وزارة التخطيط. طب ايه هي بقى مقومات التخطيط؟ المقومات بتاعته بنقول طبعا ان من اهم مقومات التخطيط زي ما اتفقنا موارد بشرية، موارد طبيعية، موارد مالية، تكنولوجيا بعد مهم ظهر في الفترة الأخيرة. يعد من أهم مقومات التخطيط هو استخدام التكنولوجيا الحديثة. هل في عوائق أو قيود ممكن يقابلها المخططين؟ طبعا في عوائق كتير، زي الشورتج أو العجز أو النقص في حجم المعلومات والإحصائيات اللي ممكن يحصلوا عليها.
ممكن يكون كثافة السكان وعدم وجود كوادر فنية مؤهلة، ممكن تكون البيروقراطية والتعقيد الإداري، دي من أهم برضو المعوقات اللي ممكن تقابل الشخص اللي بيخطط أو تقابل منفذي الخطة. طب ايه هي خطوات بقى عملية التخطيط؟ طبعا لازم الأول أجمع البيانات وحدد ايه هي الاحتياجات بتاعتي، أو ايه هي البروبلم أو المشكلة، مشكلة أصب بيها حالة محتاج أحدد لها أحط لها خطة. لازم أعمل نوع من أنواع الفوركاستنج أو التنبؤ بالمستقبل هيبقى شكله إيه. لازم أحط استيميشن تقدير مبدئي للبادجت أو الموازنة المالية اللي أنا هحتاجها إيه. لازم نقرر الخطة نعتمدها يعني، ونقول إن هي دي فعلا الخطة المقرر تنفيذها، ثم تنفيذ الخطة، ثم عمل المتابعة والتقييم المستمر للتأكد من إن الخطة بتاعتنا تسير على الطريق أو على الضرب اللي مرسوم لها. طيب لو انا جيت بعد كده قلت ايه هي انواع التخطيط، هنلاقي عندنا في اربع انواع هامة من انواع التخطيط. هي التخطيط الشامل، او خلينا نقول عليه زي ما الكتاب بيقول التخطيط القومي الشامل. الحقيقة في تقسيم التخطيط يعني الناس اختلفوا في تقسيمهم لانواع التخطيط من زوايا متعددة. فقال لك مثلا عندنا في من حيث التقسيم حسب طبقا للنطاق الجغرافي، فتلاقيهم بيقسموا الخطط لايه، لقومي اقليمي محلي. من حيث الشمولية فقال لك احنا هنقسمها طبقا للشمولية لشامل وجزئي. من حيث المجال الزمني فقال لك هنقسم الخطة لخطط ايه، طويلة المدى، متوسطة المدى، قصيرة المدى. من حيث الموضوع قال لك انا هقسم لتخطيط اقتصادي شامل او تخطيط جزئي او تخطيط عمراني او اجتماعي او اداري طبقا للموضوع، او تخطيط ثقافي. تمام. طيب من حيث الجهة القائمة على القائمة بالتخطيط، فعندنا مثلا ممكن نلاقي في مركزية في لا مركزية. من بعد تاني وتقسيم تاني للتخطيط بيعتمد على اساس درجة اهمية الخطة. تمام. وطبعا ده بيناسب زي ما كنا بنتكلم من شوية المستويات الادارية المختلفة. فدرجة اهمية الخطة فيه ايه، اهمية استراتيجية، خطة استراتيجية، وطبعا دي هتبقى منوطة بالايه بيها او بوضعها الادارة العليا. تمام. في عندنا اهمية خطة مختلفة، فهنقول ايه تخطيط تكتيكي او تكتيكي، وده هيبقى معنية بالادارة الوسطى. تمام. تخطيط تاني بتتولى الادارة الدنيا اللي هو او التشغيلية، وهو التخطيط الايه التنفيذي. تمام. طيب بصرف النظر بقى عن التقسيمات المختلفة اللي اتكلمنا فيها ديت، احنا هنقوم بتقسيم انواع الخطط الى خمس انواع او اربع انواع. التخطيط القومي الشامل، تمام، او التخطيط الشامل، التخطيط الجزئي، التخطيط الاقليمي، والتخطيط الاداري. تمام. طيب خلينا نشوف كل نوع منهم. فبنقول مثلا ان بالنسبة للتخطيط ايه الشامل، ايه التخطيط الشامل ده؟ طبعا التخطيط الشامل ده لو احنا هنتكلم عنه هنقول ان روسيا حاليا الاتحاد السوفيتي سابقا كان ليه الفضل في الاخذ بالنوع ده من التخطيط بعد نجاح الثورة الشيوعية سنة 1917، لما طبق نظام الخطط الخمسية وحدد لكل خطة هدف معين عشان ينجزها، وبالتالي انتشر النوع ده من التخطيط بعد طبعا ما نجح في روسيا انتشار كبير جدا، انتشر في الدول الشيوعية، وبعد كده اخذت بيه الدول النامية لغاية ما اصبح ضرورة قومية علشان يتحول بيها المجتمعات اللي كانت في نظرهم متخلفة الى مجتمعات متطورة. تمام. من خلال بقى انك تعمل ايه، تعمل خطة التنمية الشاملة اللي تحقق بيها التقدم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبالتالي سمي التخطيط ده التخطيط القومي الشامل او التخطيط الشامل. ليه؟ لان هو بيشمل مختلف قطاعات النشاط في الدولة، وبيقوم على تقدير الامكانيات والموارد المحددة. تمام. هو بيحط خطة عامة للدولة شاملة جميع القطاعات، صناعية، تجارية، زراعية،
ومش بس كده، ده على فكرة ده بيحو بي بي كمان بي بيؤثر في التغيرات الاجتماعية، بيعمل تغيرات اجتماعية في هيكل المجتمع وتركيبه. تمام، النوع ده من التخطيط لازم يكون طويل الايه، طويل المدى، لا حكم طبيعته. تمام، وبالتالي فهناك هنلاقي منه خطط 5 5 سنوات، خطط 7 سنوات، وممكن يمتد كمان الى 10 سنوات. طيب ايه هو بقى التخطيط الجزئي؟ تمام، التخطيط الجزئي ده هو تحقيق اهداف معينه. تمام، هدفه طبعا تطوير وتنميه قطاع معين، ماشي، من القطاعات اللي موجوده في الدوله، ماشي، ممكن يكون قطاع اقتصادي، قطاع اجتماعي، بيحط خطه للنهوض بالقطاع ده، زي مثلا قطاع الزراعه، ماشي، يحط خطه استخدام الات زراعيه حديثه، استخدام الطرق العلميه للري والصرف. تمام، فاذا التخطيط الجزئي مش هدفه ابدا ان يغير كل القطاعات بتاعه الدوله، هو بيركز على نشاط واحد بس او جانب واحد بس من جوانب الايه، التنميه في المجتمع. تمام، وغالبا غالبا ما التخطيط الجزئي ده بيتبنى ازمه او مشكله معينه بتواجهها الدوله. تمام، وبيحط بصدادها خطه، وعلشان يحط التدابير او الاجراءات اللازمه لمواجهه الايه، الازمه اللي بتتعرض لها الدوله. تمام، وهو في معظم الاحيان بيعتبر خطوه ايه، مرحليه او از ستيب كده، علشان نبتدي نحط بعد كده الايه، الخطه الشامله. طبعا التخطيط الجزئي ده حقق في امريكا نجاح كبير جدا في عهد روزفلت، او الرئيس الامريكي روزفلت، ماشي، لما واجهوا الازمه الاقتصاديه اللي مرت بيها امريكا. تمام، طبعا التخطيط الجزئي برضو عايزين نقول انه هو بيعتبر جزء من التخطيط الشامل في الدول الاشتراكيه والدول الناميه، لان عاده الخطه الشامله بتقسم الى خطط ايه، جزئيه. تمام، طيب ده كده التخطيط الشامل وده التخطيط الجزئي. ثالث نوع عندنا هو التخطيط الايه، التخطيط الاقليمي، ومن اسمه هو بيهدف الى ان ارفع مستوى اقليم معين موجود في الدولة، فارفع بقى مستوى الاقتصادي، مستوى الاجتماعي، علشان احقق نوع من انواع التوازن بينه وبين اقاليم الدولة اللي موجودة، بقية الاقاليم اللي موجودة في الدولة. وعلشان كمان المشاكل اللي بتتعرض لها عدم التوازن ده ممكن يؤدي لايه، ممكن يؤدي لحدوث طفرات في اعداد السكان في اقليم عن الاقليم الاخر، نتيجه ان الاقليم اللي بيحصل منه اللي يعتبر طارد للسكان دوت نتيجه التخلف او ضعف المستوى الاقتصادي اللي موجود فيه، او ضعف المستوى التعليمي اللي موجود فيه، او ضعف مستوى الخدمات الصحيه الموجوده فيه، فيحصل ايه، يحصل ان يعتبر اقليم طارد للسكان، فاقوم انا رايح للاقليم ده اعتمد خطة لتطويره بحيث ان هو يعتبر منطقة ايه، جذمة تانية للسكان، زي مثلا تعمير المناطق الصحراوية. تمام، او زي ما قلنا مواجهة الكثافة السكانية المرتفعة اللي ممكن تكون موجودة في اقليم عن الاخر. وبالتالي التخطيط الاقليمي ده بياخد في الاعتبار مسائل السكان ومناطق الثروه الصناعيه والثروه الزراعيه والثروه المعدنيه والمائيه، وازاي ان هو يستغل الثروات دي ويستصلح الاراضي ويخطط المدن والقرى الجديده. وبالتالي بيلجا النوع ده من التخطيط بيلجا اليه لما تحاول ان انت تعمر منطقه جديده، او تعمر مثلا زي ما احنا مرينا مثلا بتعمير سينا او ما شابه. تمام، طيب ايه هو بقى التخطيط الاداري اللي هو رابع نوع عندنا من انواع التخطيط؟ التخطيط الاداري ده طبعا محتاج ان انا ادرس في الانشطه المختلفه اللي ممكن تقابلها المنظمات اللي انا محتاج اوجد لها سبل للتطوير. تمام، فكل منظمة إدارية، يعني كل مؤسسة أو منظمة إدارية لازم بتحط ليها خطة داخلية، تشمل الخطة الداخلية دي بقى إيه، جميع الوحدات الإدارية
اللي موجودة فيها، ها، من خلال انها تحقق ازاي التنسيق ما بين الادارات وبعضها، ازاي تنظم سير العمل ما بينهم، وسير العمل ده يتم طبعا باقل استخدام ممكن للوقت وللجهد وباقل تكلفة، يعني بستخدم الريسورسز او الموارد بتاعتي باقل تكلفة ممكن. تمام. كمان اي منظمة ادارية بتحتاج لخطة مفصلة علشان تعرف ازاي تنفذ الاهداف المحددة ليها داخل الايه الخطة العامة للدولة. تمام. فلازم كل منظمة ادارية لازم هي كمان بتلجأ للتخطيط لما بتيجي بتنفذ اي مشروع من مشروعات التنمية. تمام. ولازم بتحصر الموارد اللي عندها عشان تقدر تنفذ بيها المشروع، ولازم بتحسب التكلفة المالية، ولازم بتجهز الجهاز الإداري والفني اللي هيتولى تنفيذ المشروع ده. تمام. إذن التخطيط الإداري هو تخطيط مدروس على أسس علمية بيضمن إن الجهاز الإداري دوت هيحقق الأهداف السياسية العامة بأقصى كفاية ممكنة وبأقل استخدام للإيه للموارد. كده احنا نكون استعرضنا انواع التخطيط. طب لو انا قلت لكم من ضمن التقسيمات اللي كنا بنتكلم فيها ان التخطيط ممكن يكون له مدى زمني، ففي تخطيط طويل المدى، تخطيط متوسط، تخطيط ايه قصير المدى. في بقى مجموعة من الاعتبارات لازم ناخدها قبل ما نبدأ في عملية التخطيط. لازم تاخد في اعتبارك نظام الدولة اللي انت شغال فيه ايه، ايه هو دستور الدولة اللي انت شغال فيه، الاطار الايديولوجي او علم الافكار اللي بيحكم العاملين او بيحكم المؤسسات او بيحكم قطاعات الدولة المختلفة او المجتمع، ايه الايديولوجية الفكرية اللي قائم عليها المجتمع ده، لازم تحطها في اعتبارك وانت بتخطط. تمام. علشان تعرف بعد كده انت هتكلم الناس ازاي، هتتواصل معاهم ازاي، هم انه فكر وانه ثقافة، الشعب ده مؤلف من طبقات مختلفة وافكار مختلفة، ايه هي الجهات اللي هيكون لك صلة معاها وانت بتضع الخطة، هل في خطط تتعارض مع القوانين بتاعت الدولة، ايه هي الجهاز التشريعي اللي موجود، ايه الجهاز التنفيذي، الاحزاب السياسية، مين اصحاب المصالح من تنفيذ الخطة دي او عدم تنفيذها، رأي العام للدولة شكله ايه. تمام. طب موقف المجتمع بقى من الخطة ومن العوائد على الخطة بتاعتك دي، درجة الارتياح ايه، العادات والتقاليد ايه، طبعا كل دي اعتبارات لازم تحسبها كويس قوي وتاخدها في اعتبارك علشان تضمن درجة كبيرة من درجة من عدم وجود عوائق قدامك. تمام. لان احد العوائق اللي ممكن تقابلها ان مفيش حد اساسا مقتنع بالخطة اللي انت بتعملها، فلو ما اقنعتش مستويات الادارة المختلفة باهمية وفوائد التخطيط، لو ما اقنعتش الجهات ذات الصلة بالخطة، طبعا انت مش هتقدر تحقق ايه الخطة بتاعتك ومش هتقدر تنفذها. تمام. طيب اي مخطط لازم يكون لهم صفات عامة، لازم زي ما قلنا لاننا بنشتغل في ادارة عامة، فاحنا بنهدف الى تحقيق المصلحة العامة، لازم نكتشف ايه افضل الاساليب، لازم نعرف نترجم الواقع والايديولوجية الفكرية والسياسات العامة والقوانين بتاعت الدولة، الخطط بتاعتنا ما تبقاش متعارضة معاهم، لازم نعرف ايه هي مجمل الظروف اللي بتتعرض لها الدولة، لازم اعرف يبقى في اكسسبيليتي على الحصول على المعلومة، لازم نكون عندنا قدرة على الايه على الاقناع. دي نموذج، طبعا السلايدز هتبقى معاكم تقدروا تقروه عن التخطيط في المحليات ممكن يبقى ايه. احنا عايزة بس قبل ما ادخل في الجزء اللي بعد كده اللي هو التنظيم او نتكلم فيه، عايزة اقول لحضراتكم هل في عوامل ممكن تساعد على نجاح الخطة بتاعتنا؟ اكيد في عوامل، طبعا هي نسبية بتختلف طبعا باختلاف الاوضاع السياسية والادارية والاقتصادية اللي موجودة في الدولة. تمام. فطبعا العوامل اللي ممكن تؤدي لنجاح الخطة هتكون ايه بايسنس كده، لازم تكون في صحة للبيانات والمعلومات اللي انا بحصل عليها، لازم تكون معلومات وبيانات صحيحة،
تمام، لازم يكون في اشخاص شاركوا في وضع الخطة معايا، الاشخاص دي هي اللي هتنفذ، وبالتالي لازم اجين الكوميتمنت منهم، اجين الالتزام بالتنفيذ من ايه، من ان انا اشاركهم اساسا في اعداد الخطة معايا. وطبعا ده بيؤدي لرفع الروح المعنوية بشكل كبير جدا ما بين العاملين. ليه؟ لان هم بيحسوا بدورهم في وضع الخطه، لما تلاقي هو نفسه مشارك في الخطه فبيحس ان هو الاونر او السبونسر او المسؤول عن الخطه. في مبدأ مهم قوي في التخطيط اسمه مركزيه التخطيط، ماشي، ولا مركزيه التنفيذ. يعني ايه الكلام ده؟ ها، كل مستوى من مستويات اللامركزية، تمام، ليه دور في انه يقدم ايه، في انه يقدم مقترحاته وان نناقش المقترحات دي، لكن وضع الخطة واقرارها في صورته النهائية لازم تقوم بيه السلطة المركزية في الدولة. تمام، يعني نشارك، نعرف اخبار ارائكم ايه، وجهات نظركم ايه، ففي دي لامركزية فيها. تمام، اما مركزيه هو ان مركزيه السلطه وضع الخطه واعتمدها لازم يجي من جهه واحده بس. تمام، في مبدا تاني بقى قدام مبدا مركزيه التخطيط ده، لا مركزيه التنفيذ، كله ينفذ، لازم تدي المسؤوليه لكل المنفذين في الخطه القوميه دي على القطاعات المختلفه، كل واحد فيما يخصه من انتاج او خدمات. ليه؟ لان الاجهزه اللا مركزيه هي اللي تقدر تحصر موارد الدوله، وهي اللي تقدر تشتغل بسرعه، ويبقى في عندها مرونه في التحكم في مناطق التنفيذ. لازم تضمن ان الجهاز الاداري قائم على تنفيذ الخطة ده على درجة عالية جدا من الكفاءة قبل ما تحط الخطة. عشان تنفذ مشروع معين لازم تتأكد ان الجهاز الاداري ده على درجة من الكفاءة الفنية والعلمية، ويقدر يبقى فاهم كويس قوي العنصر البشري اللي هيشارك في التخطيط ده، لازم تبقى عارف مدى كفاءته ومتمكن منه. لازم تنشر الوعي بالتخطيط بين الناس اللي شغالين في الإدارة العامة وبين جمهور المواطنين، عشان يشعر كل فرد منهم بأهمية الخطة وأهدافها، ويتعرف على دوره في تحقيقها، ويقدر ينشر هو كمان. وبيحتاج نشر الوعي ده على فكرة لأجهزة مختلفة زي الميديا، وسائل الإعلام المختلفة، الجمعيات العلمية، ندوات، الصحف، التلفزيون، كل دي جهات تساعد في ايه، في نشر الوعي بأهمية التخطيط. دي اهم العوامل اللي ممكن تساعدك على نجاح الخطة بتاعتك. هنتكلم دلوقتي عن التنظيم. تمام، طبعا التنظيم اذا كلمة ككلمة بيستخدم دايما لما بشير الى ان انا برتب عمل بشكل معين في الإدارة، فبطريقة مسلسلة مترابطة، عدد الوحدات بطريقة معينة عشان تتمكن من العمل بكفاءة، ان انا احقق نوع من انواع التكامل ما بين الوحدات واستبعاد التعارض ما بينهم. ده شكل من اشكال التنظيم. ان انا اضمن بناء تصميم يوفر اعلى انتاجية ممكنة، ده شكل من اشكال التنظيم. التنظيم بالنسبة لنا هو المرحلة الثانية من مراحل العملية الإدارية. احنا اتفقنا ان اول مرحلة من مراحل العملية الإدارية هي التخطيط. في التنظيم بقى دي، يعني لو احنا قلنا ان التخطيط بيهدف لتحديد اهداف المنظمة واعداد الامكانيات اللازمة لتحقيق الاهداف دي، فالتنظيم بالنسبة لنا يعتبر الوسيلة اللي عن طريقها ممكن انجز الاهداف. بدون تنظيم اداري سليم، تمام، لن تنجح اي منظمة ادارية في الوصول الى غايتها. تمام، وبالتالي لو انا عايز اعرف التنظيم هقول التنظيم هو ترتيب الموارد الخاصة بالمنشأة بطريقة تمكن انشطتها من المساهمة بشكل منظم في اهداف المنشأة. الغرض منه طبعا اعطاء كل شخص عمل مستقل وواضح. طب انا بعدي كل شخص عمل مستقل وواضح، بجمع الانشطة اللازمة لتحقيق هدف معين وحطها كده زي ما نقول في بوكس واحد، واسند مهمة الاشراف على كل مجموعة لشخص اللي هو يعتبر السوبرفايزر او المشرف، بمنحه صلاحيات الاشراف
مع مراعاة طبعا التقسيمات الرأسية والأفقية لإتمام الهيكل المؤسسي أو الهيكل التنظيمي. لو أنا عايزة أتكلم عن تعريف أعم وأشمل للتنظيم، هقول إن التنظيم بيشير إلى تكوين المنظمة، وفي الحالة دي بيشير إلى المشروع نفسه مش الوظيفة اللي بيتم تأديتها، زي المستشفى والشركة والجامعة الهيكل بتاع تكوين المنظمة بيكون عامل إزاي. أما بالنسبة بقى للتنظيم كبروسيس أو عملية، فهو توزيع المهام والوظائف وتحقيق نوع من أنواع التعاون والتنسيق ما بين المهام والوظائف دي وبعضها عشان أحقق بيها أهداف الإيه؟ أهداف المؤسسة. مفهوم عملية التنظيم، مفهوم عملية التنظيم، فهنقول إن التنظيم بيهتم بدراسة الهياكل والأطر والوظائف والإنجاز وسلوك الأفراد والجماعات داخل الإيه المنظمة. نظرية التنظيم اللي هنتعرض لها كمان شوية بتساعدنا على إيه؟ بتساعدنا على إن أنا أستوعب وأدرك الهيكل وسلوك المنظمة، بتساعدنا على إن أنا أتنبأ بمعرفة آثار التغيير على سلوكيات العاملين وهياكل وفعالية الإيه المنظمة. حصل خلاف طبعا حوالين مفهوم التنظيم ما بين علماء الإدارة العامة حسب المدرسة أو الاتجاه اللي كانت بتتكلم، بس احنا ممكن نقدر نحصر الخلافات أو طريقة تناول مفهوم التنظيم ما بين 4 جهات أساسية أو 4 حركات أساسية. لو أنا هتكلم عن أهميته، هل هو مهم؟ طبعا التنظيم ده حاجة مهمة جدا، هو بيساعدني ان انا اركز الجهود كلها الخاصة بنشاط معين عشان اربطه باهداف المنظمة، بيساعد في القيام ببقية الوظائف الادارية، بيوضح ازاي السيكونس او تسلسل وتدفق العمل الاداري بيتم منين لفين، بينشئ قنوات للاتصال داخل المنظمات ومع البيئة، بيقدم ارشادات هامة عشان اوجه جهود الافراد، واتفقنا انها موجهة ناحية تحقيق الخطة او تحقيق الهدف بتاع المؤسسة، بيساعد على تجنب الازدواجية او الدوبليكيشن في العمل. هل في قواعد لعملية التنظيم؟ هل في قواعد اساسية لعملية التنظيم؟ طبعا في قواعد عامة مهمة لعملية التنظيم، مفيش اي تنظيم يخلو منها. تقسيم العمل احدى القواعد ديت، التنسيق او الكوردينيشن، 3 نظام الاشراف، حجم السلطة والمسؤولية، 5 تسلسل الاوامر، واخر حاجة الهيكل التنظيمي. طبعا احنا هنتناولهم مع بعض بالتفصيل. يعني ايه ديبارتمنتاليزيشن او تقسيم العمل؟ مفيش حد يقدر يشتغل لوحده، تمام؟ مفيش حد يقدر يقوم بالشغل كله لوحده. بيقولوا صاحب بالين كداب، صح كده؟ وبالتالي بيتطلب العمل ان هو لازم يتم ايه؟ يتم تقسيمه، تمام؟ بيتم تقسيمه لمجموعة من الاجزاء، كل جزء بيكون مسؤول عليه واحد بيتخصص فيه. وبالتالي بقى مهمة الإدارة هي إن أنا أجمع الأجزاء المتشابهة مع بعض وأحطهم في إطار واحد وأنسق ما بين مهام الأفراد، كل واحد بيقوم بجزء شكله إيه. طيب لو أنا جيت قلت مبدأ التخصص أو السبيشاليزيشن، إيه هو مبدأ التخصص أو السبيشاليزيشن؟ هو إن العامل يقوم بمهمة واحدة بس في تاسك واحدة بس موكلة إليه. هل الموضوع ده كويس مفيد او يضر بالعمل؟ طبعا هو ليه ايجابيات، من ايجابيات التخصص ان انا بزود الانتاجية وبحسن الجودة. اكيد لما ابقى انا بشتغل في حاجة بعرفها وبقوم بيها باستمرار، فده يساعدني ان انا اتمكن منها واحسن فيها الجودة بتاعتها وانجزها بسرعة، تمام؟ فلما هنجزها بسرعة هحقق فيها وحدات انتاجية اعلى في زمن قياسي، فاكيد ده معناه يعني انتاجية اعلى.
واكيد انا لما هكون متخصص في حاجة معينة، تمام، لازم هحسن الايه الجودة بتاعتها. طيب لكن الافراط في التخصصية ودي العيوب بقى بيؤدي للايه للملل وعدم الابداع. لما اكون بعمل كل نفس الحاجة كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، مفيش تجديد مفيش تغيير، ده هيؤدي بيا للايه للشعور بالملل، ويؤدي بيا ان انا ابقى جوه البوكس بتاع الشغلانة بتاعتي بيتقفل عليا، معرفش لا ابدع ولا ابتكر ولا اشوف اي مجال من مجالات الايه التحسين. طيب تاني بعد او تاني نقطة مهمة في التنظيم هي مبدأ التنسيق. تمام، مبدأ التنسيق. ايه هو التنسيق؟ هو ان انا اوصل لوحدة العمل بين الانشطة المتداخلة، بيبقى فيها نوع من انواع الاعتمادية. تمام، ازاي التنسيق؟ قالك في مجموعة من القواعد والاجراءات، تمام، المفروض متبعة. انا الاجراء الاول، القاعدة، الاجراء الاول، الخطوة الاولى بتتم عندي، الخطوة التانية بتتم عند زميلي، الخطوة التالتة بتتم في مكتب زميلنا، وهكذا. طب ايه شكل بقى التعاون ما بيننا او التنسيق العمل ما بيننا؟ ان انا مسؤول عن خطوة واحد، ده مسؤول عن خطوة اتنين، ده مسؤول عن خطوة تلاتة، اذا اتنين يعتمد على واحد وتلاتة يعتمد على اتنين ثم واحد وهكذا. اذا نوع من لازم احدد شكل السيكونس اوف وورك بيمشي ازاي، تسلسل العمل بيمشي ما بيننا وما بين بعض ازاي، ومين فينا معتمد على الاخر. قالك التنسيق ده عشان يتم صح لازم تبقى محدد الرولز، القواعد بتاعه العمل كويس قوي، ومحدد البروسيس، الخطوات بتاعه العمل بتمشي ازاي، تمام، ومحدد الاهداف بتاعتك، تمام، ومعلنه ومعروفه. وبذكر الهدف وبذكر القواعد والاجراءات انا كده بقصد اكتر المنشات الايه الميكانيكيه. يعني ايه منشات ميكانيكيه؟ يعني منشآت مبنية اكتر على الانتاج، هدفها هو الانتاج، بنلاقي ده في المصانع وفي البرودكشن لاين، في خطوط الانتاج المختلفة. طب ايه المقابل للمنشآت الميكانيكية؟ المقابل للمنشآت الميكانيكية المنشآت الايه العضوية، وهي المنشآت التي تعتمد على الابتكار والابداع. ايه الفرق تاني لو انا حاولت افرق ما بين الميكانيكيه والعضويه؟ هقول ان المنشات الميكانيكيه تهتم في المقام الاول بالخطوات والقواعد والاجراءات والاهداف بتاعتنا عباره عن ايه، ويحكمها السيستم والرولز، تمام. طيب لكن النظام هو الحاكم الاساسي ليها، تمام. لكن المنشات العضويه لا، ما تهتمش بالكم وكم الانتاج والاهداف قد ما فيها حجم فلكسبيليتي ومرونه عاليه قوي، بهدف ايه؟ التجويد بقى، تحقيق كواليتي غير عاديه، وبالتالي تلاقي الناس مش عاملين فيها ناس انوفيتيف على درجه عاليه من الابتكار والابداع. ليس المهم الكم ولكن المهم فيها الايه الكيف. طيب دي كانت حاجه كده على السريع عشان افرق ما بين المنشآت الميكانيكية والعضوية، لان دي بتفيدنا قوي واحنا بنتكلم في الادارة العامة وتفرقة المنظمات الحكومية بتعمل بانه شكل وانه الكالتشر او الثقافة التنظيمية اللي بتسود الايه الادارة العامة. طب لو ارجع بيكو تاني ليه ازاي احقق التنسيق ما بين الادارات وبعضها، او ما بين الهيئات الحكومية وبعضها، احقق التنسيق من انا اكون عارف كويس قوي ايه هي القواعد والاجراءات التي تحكم سير العمل، ايه هي الاهداف التي نصبو للوصول او اليها او تحقيقها، ايه هو التنسيق الهرمي او chain of command. chain of command بمعنى ايه؟ تسلسل الاوامر ماشي منين لفين، ده في حالة ما اذا لم يكن ده واضح من خلال القواعد والاجراءات، تمام. يعني القواعد والاجراءات محددتليش انا بالريبورت لمين، برفع تقاريري لمين، ما حددتليش لما يكون عندي مشكله اعمل لها اسكليشن او تصعيد لمين، يبقى لازم يحدد لي الشين اوف كوماند، التسلسل الهرمي رايح لفين، وده بنلاقيه اكتر في المنشات الايه العضويه، الشين اوف كوماند. ما انا لازم ابقى عارف انا مين اللي مسؤول عني، مين مديريني، مين السب اوردينتس او التابعين ليا وهكذا. طيب تسلسل الاوامر او chain of command، ايه هو chain of command او تسلسل الاوامر؟ هو ده يمكن البعد الخامس، بس انا مطلعه لكم قدام عشان نبقى مربطين الكلام في بعضه. تعريف تسلسل الاوامر هو انسياب الاوامر والتوجيهات من اعلى لاسفل، تمام. الاوامر والتوجيهات بتجيلنا من ايه، من فوق لتحت.
طيب هل في مبادئ لتسلسل الأوامر ديت؟ اه طبعا عندك مبدأ ايه؟ مبدأ التدرج اللي هو السكالر تشين. اه يعني ايه سكالر تشين؟ كل فرد داخل التنظيم مرتبط بفرد آخر في مستوى أعلى بشكل متسلسل لغاية ما بوصل للسلطة العليا أو الإدارة العليا، أو لو هي السلطة العليا ايه في ايدين مثلا مدير العام. تمام. طيب مبدأ التدرج برضو قائم على ان ايه، في حاجة اسمها الارتباط التدريجي. الارتباط التدريجي ده بيحدد ازاي انقل المعلومات، وازاي اطلب، يعني لو انا محتاج اطلب معلومة بطلبها من مين؟ من المدير، مدير مديري، ولا لازم اطلع الاول لمديري ثم اللي بعده ثم اللي بعده وهكذا. تمام. وكيفية الاجابة عليها، هل الرئيس التنفيذي يجاوب عليا مباشرة ولا لازم يمضي تأشيرة للي تحت منه، واللي تحت منه يمضي للي تحت منه، وهكذا لغاية ما التأشيرة توصل لي. تمام. هو ده مبدأ الايه، التدرج. وطبعا ده مبدأ معروف ومطبق في جميع الايه، الهيئات الحكوميه وغيرها. طيب مبدا وحده الامر، اليونيتي اوف كوماند. في جهه واحده بس بتصدر الاوامر، خلاص لازم جهه واحده هي اللي بتصدر الاوامر. تحدد مصادر ومراكز اصدار الاوامر ده يؤدي بينا للايه، يؤدي بينا الى الازدواجيه. تمام. والدوبليكيشن، وطبعا ده يعتبر اهدار كبير جدا في بيئه الايه، في بيئه العمل. يبقى ده المبدا الثاني من مبادئ التنظيم، الا وهو مبدا ايه، تسلسل الاوامر، او المبدا الثالث. طيب في كونسبت مهم قوي اسمه السبان اوف كنترول. تمام. السبان اوف كنترول يعني ايه؟ نطاق الاشراف. يعني ايه نطاق الاشراف؟ نطاق الاشراف ده هو عدد المرؤوسين المتصلين مباشره بالمدير. خدوا بالكم انا كده بتكلم فعلا في تنظيم بحت، بنظم سير العمل بيمشي ازاي. طبعا عدد المرؤوسين اللي المفروض يتصلوا بيا مباشره بيختلف من منظمه للتانيه، ومن نشاط للتاني، ومن وظيفه للتانيه. فممكن انا يكون تحت مني عدد 4، في غيري عدد السبوردينس المرؤوسين تحت منه 15، في غيري 50، وهكذا. ايه اللي يحدد الرقم الامثل والانسب؟ ماشي. مين اللي يحدده؟ مين اللي يقوله ده العدد ده بيختلف بناء ايه؟ على معايير مختلفة. ايه هي المعايير اللي تحدد العدد المطلوب لنطاق الاشراف، او تحدد نطاق الاشراف قد ايه؟ قال لي نطاق الاشراف ده يحدده حاجات كتير. اولا مدى تعقد الوظيفه، هل الوظيفه صعبه؟ ما هو اصل لو الوظيفه صعبه يبقى الاسئله هتيجي عليها كتير. تمام. يبقى انا الناس المرؤوسين هيقعدوا يسالوني كتير، طب انا يومي الوظيفي كم ساعة ويستوعب كم سؤال؟ يبقى معنى كده ان لو الوظيفة معقدة وصعبة وينتج عنها اسئلة كتير، وينتج عنها استفسارات كتير، ومحتاجة مني تواجد كتير، يبقى ده ادعى ان السبان اوف كنترول او نطاق الاشراف يبقى كبير ولا صغير؟ اكيد يبقى صغير عشان اقدر اكفي عدد الاسئلة والاستفسارات دي كلها. تمام. النقطة التانية، تشابه الوظائف. لو الوظائف فيها درجة من درجات التشابه عالية، ده يؤدي الى ان نطاق الاشراف يكون كبير ولا صغير؟ لا، ممكن نطاق الاشراف يكون كبير لو الوظائف متشابهة. ما هو ده هيوري ده وده هيوري ده، مش هيحتاجوا يرجعوا لي كتير. يبقى ممكن ايه، ممكن يبقى درجة الاشراف كبيرة. طيب مدى التقارب الجغرافي، انا مدير بشرف على ناس في اسيوط وناس في طنطا وناس في اسكندريه وناس في ابري وناس في بحري وهكذا. تمام. طب تفتكروا حضراتكم كل ما زادت، كل ما وسع او تباعد المناطق الجغرافيه ما بين العاملين وبعضهم، ده هيخليني من السهل متابعتهم ولا من الصعب؟ اكيد من الصعب متابعتهم. يبقى معنى كده ان انا عايز سبان اوف كنترول صغير ولا كبير؟ لا طبعا عايز سبان اوف كنترول ايه، صغير، او نطاق اشراف ايه، صغير، عشان اقدر ايه الف عليهم.
في بعد بقى تاني مهم جدا لا ما نقدرش نغفله، قدرات المرؤوسين. قدرات المرؤوسين يعني ايه؟ الابيليتي اوف امبلويز او قدرات المرؤوسين، مدى الوعي العلمي والثقافي عند المرؤوسين دول ايه، قد ايه. تمام، قدرات المرؤوسين قد ايه، كل ما زاد الوعي بتاعهم كل ما زادت درجة الرقابة الذاتية بتاعتهم. ماشي، يقدروا يدوروا نفسهم بنفسهم، ويدامهم يقدروا يدوروا نفسهم بنفسهم يعني ايه؟ يعني مش محتاجين ان انا اعمل عليهم اشراف مباشر، واذا مش محتاجين مني اشراف مباشر يبقى معنى كده ان نطاق الاشراف ممكن يبقى كبير. تمام، كل ما تقل قدرات المرؤوسين وتضعف كل ما معنى كده ان هم محتاجين ايه، اشراف لصيق ومباشر، يعني معنى كده ان العدد يبقى قليل. طيب التمكين والمسؤولية، درجة الامباورمنت او درجة التمكين ما بين العاملين وبعضهم قد ايه. انا اديتهم درجة من درجات المسؤولية، رميت عليهم مسؤولية كبيرة، ماشي، واديته الامباور ان هو يتيك الاكشن او يتصرف، ماشي، بقول له ايه، روح احضر الاجتماع ده مكاني. خلاص، طب ماشي هروح احضر الاجتماع ده مكانك، هعمل ايه؟ هقول لك لما تروح. يبقى معنى كده ان هو هيتصل بيا يسألني، ماشي، حضرتك قلت لي هتقول لي لما اروح، اعمل ايه؟ ماشي، احضر الاجتماع وبلغني اول باول باللي بيحصل. طالبين مني يا فندم ان انا اخد قرار في الامر الفلاني، ماشي، لا استنى شويه وهرد عليك. بصوا درجه الاشراف كل شويه برجع له، كل شويه برجع له. ليه؟ لان انا مديله مسؤوليه لكن مش مديله صلاحيات مع المسؤوليه دي، ماشي، مش مديله سلطه ان ياخد قرار، مش مديله مجال للحركه. ها، يبقى كل ما زادت درجه التمكين الامباورمنت، ماشي، كل ما ده ادى لايه، ان انا ممكن اعمل سبان اوف كنترول كبير، لكن مش مديله تمكين ولا مديله مساحه من الحركه، يبقى معنى كده ان هو كل شويه هيرجع لي، كل شويه هيرجع لي. يبقى معنى كده ان السبان اوف كنترول لازم يبقى ايه، لازم يبقى قليل. التكنولوجيا والقدرات الاداريه، كل ما كانت طبعا التقدم التكنولوجي كبير، كل ما التقدم التكنولوجي كان كبير كل ما ده ادى الى ان ايه، ممكن ان انا اتواصل مع الناس في جهات مختلفة، استخدام الميديا بقى، الكونفرنس كول، المكالمات المؤتمرية او اللقاءات، استخدام الواتساب، الفايبر، مش عارف ايه، كل استخدام التكنولوجيا الحديثة، ماشي، والسوشيال ميديا المختلفة بقت بتقرب كل حاجة. وبالتالي ممكن في الحالة دي بالتطور التكنولوجي وتمكن العاملين والرؤساء والمرؤوسين من المعايير التكنولوجية المختلفة دي او من الادوات التكنولوجية المختلفة، يقدروا يعملوا ايه، يقدروا الاسبام يبقى كبير قوي. ما انت ما عندكش مشكلة في القصة دي. تمام، طيب تعالوا نشوف هنا بقى حجم السلطة والمسؤولية. ماشي، حجم السلطة والمسؤولية. تمام، السلطة ومعناها ايه؟ السلطة هي ايه؟ اصدار حق اتخاذ القرار واصدار الايه؟ واصدار الاوامر. السلطة هي حق اتخاذ القرار واصدار الاوامر. يا ترى السلطة دي بتيجي منين؟ قالك السلطة دي ليها مصادر، يا اما مصادر السلطة هي وظيفة الشخص، السلطة الوظيفية بتدفع الأوامر من أعلى إلى أسفل، يا إما الجاية السلطة من سمات الشخصية. شوف راحت كده تقول عليه يا سلام، ولا هو مدير ولا أي حاجة، بس تقول عليه كده إيه، ليه هيبة، كبير العيلة، ماشي، هتحس له بسلطة، ماشي، هو ليه سلطة على العاملين تحت منه، ليه سلطة على الناس اللي معاه في العمارة، ليه سلطة على، ليه كلمة عليهم. كلمة ليه كلمة عليهم دي جاية منين؟ جاية من شخصيته. يبقى اذا السلطة هي حق اتخاذ قرار واصدار الاوامر، ومصادر السلطة ديت اما السلطة جاية او ناتجة من وظيفة الشخص، فهي السلطة الوظيفية في الحالة دي تدفع الاوامر من اعلى الى اسفل، او جاية من السمات الايه، الشخصية. طبعا عندنا انواع من السلطة مختلفة زي السلطة التنفيذية والاستشارية والايه والوظيفية. تمام، طيب المسؤولية بقى، احنا قلنا كده يعني ايه سلطة، طب يعني ايه مسؤولية؟ المسؤولية هي الالتزام بتنفيذ عمل او توجيه. ماشي، يؤثر حجم السلطة ودرجة المسؤولية في العملية التنظيمية، ويجب تحديد حجم السلطة اللي هتفوضها لايه،
لمرؤوسيك. لازم تبقى عارف من قبلها حجم السلطة اللي انت هتفوضها لمرؤوسيك قد ايه. تمام. اخر حاجة عندنا هي الايه؟ الهيكل التنظيمي. وفي الهيكل التنظيمي بيتضمن الادارات الرئيسية والفرعية والعلاقة ما بين الادارات دي ايه وبعضها. بيحدد طبعا علاقات السلطة بين المراكز الوظيفية الايه المختلفة. الهيكل التنظيمي بيتضمن الخريطة التنظيمية اللي بنسميها الاورجانيزيشنال تشارت. تمام. وهو رسم بيحدد فيه الهيكل التنظيمي للمؤسسة في شكل ايه؟ في شكل خريطة. الرئيس مجلس الإدارة، النواب، رؤساء القطاعات، مديرين العموم وهكذا. وعندنا ما يسمى بدليل التنظيم أو الأورجانيزيشنال جايد. الأورجانيزيشنال جايد أو دليل التنظيم هو كتيب كده صغير بيتضمن إيه؟ الإجراءات التنظيمية واختصاصات الوحدات الإدارية والوظيفية. ففي الكتاب ده بنحدد فيه شكل التنظيم، سير العمل يتم الإيه؟ يتم إزاي ما بين الوحدات المختلفة. ده نموذج كده الهيكل التنظيمي، فيه المدير العام، مدير التسويق، إنتاج، مدير حسابات. تحت مدير التسويق هتلاقي مدير المبيعات، مدير بحوث السوق، مدير الدعاية والإعلان إلى آخره. طيب علشان أكمل التنظيم معاكم لازم نعرف إيه هي مناهج التنظيم. الحقيقة إحنا عندنا في ثلاث مناهج معنية أساسا بالتنظيم، أو في ثلاث توجهات أساسية الدرس من خلالها التنظيم. المنهج التقليدي اللي احنا أشرنا عليه من شوية، المنهج التقليدي والمنهج السلوكي. تمام. المنهج التقليدي اللي هو كان بنتكلم عنه من خلال فيل وتيلر. تمام. ويمكن المنهج التقليدي ده كان بيهدف الى تقليل التأثيرات الشخصية قدر المستطاع. في عندنا كمان منهج السلوكي، والمنهج السلوكي ده هو كان مهتم اكتر بالاسلوب اللامركزية، وده كان النمط السائد عندهم في هذا المنهج. ثالث منهج عندنا تمام اهتم بالنظريه البيروقراطيه، وكان على ايدين ايه ماكس فيبر. وانا يمكن حابه ان انا اذكر لكم ان هو كان احد رواد الايه المدرسه التقليديه او الكلاسيكيه القديمه. الراجل ده اعتمد على فكره يعني ايه بقى بيروقراطيه، او ايه ماكس فيبر ده كان بيقول ايه. الراجل ده كان بيعتمد على تقسيم العمل في المقام الاول، كان كل اللي يهمه تقسيم العمل. كان بينادي بالفصل ما بين الاعمال الخاصة بالموظف والاعمال الخاصة بالايه بالمنظمة. كان بينادي دايما باختيار الايه باختيار الاكفأ. تمام. كان بيقول ان الترقية دي مبنية على الاقدمية والانجاز. تمام. يبقى ده كانت الاتجاه الثالث، وهو يعتبر اتجاه ايه اتجاه منظم. هو كان يهمه قوي ان ينظم الحركات المختلفة ما بين العاملين. قال ان الافراد بيهتموا بالاجر والعلاوة، وعلشان كده لازم تراقبهم مراقبة بسيطة للتأكد من ايه من اعمالهم. اتكلم عن القوانين واللوائح والانظمة، وقال ان لازم تنفذ، وعدم تنفيذها هيؤدي الى الايه الى العقاب. طيب الحقيقة ماكس فيبر قدم لنا دراسات كتيرة قوي حوالين نظرية السلطة، وحدد لنا اسلوب اكساب الشرعية، وقال لنا ان الشرعية بتيجي من ثلاث انواع من انواع السلطة. قال لك السلطة البطولية والتقليدية والقانونية او الايه الرشيدة. قال لك السلطة البطولية دي هي ان الانسان القائد بيتحلى بمواصفات غير عادية للتأثير على الافراد. تمام. السلطة التقليدية بقى ان القائد ده بيمارس سلطاته من خلال العادات والايه والتقاليد، وبيحترم الايه الاعراف. السلطة القانونية الرشيدة هي ترشيد العلاقات القانونية من خلال مجموعة القواعد والايه والاجراءات. طيب ايه الاسس اللي قام عليها النظام البيروقراطي؟ وجود مجالات وظيفية متخصصة في كل عمل، توزيع النشاطات والاعمال على اعضاء التنظيم الرسمي، تحديد السلطة لكل موظف في العمل الاداري، تعيين الاكفأ حتى يتمكن من تنفيذ المهام بدقة. بينقسم النظام البيروقراطي ده لعدة مستويات على شكل هرم. المستويات الاعلى تشرف على مستويات الدنيا،
بيعتمد على عدد كبير من المستندات والوثائق. كان كل حاجة ديكومنتد، كل حاجة لازم تتكتب علشان في الاخر ما يبقاش القصة في ايدين الفرد او الموظف، لا ده مش الموظف الف جه الموظف ب، الشغل قائم، لان احنا بنحتكم دايما للايه، للمستندات اللي بتحكم كيفية سير العمل ما بين العاملين وبعضهم. البيروقراطية بتاعت ماكس فايبر دي بتعتبر هي الإدارة من خلال العمل المكتبي، هو بيوزع المهام على المكاتب، اللي بيشتغل على المكتب ما يهمنيش مين اللي بيشتغل على المكتب، ولكن المكتب ده متخصص في ايه، عليه مسؤوليات ايه. بيقصد بيه النموذج المثالي لتقسيم العمل داخل المؤسسة، تعيين موظفين على المكاتب دي، يمشي موظف يجي الشغل حد تاني، الشغل ماشي بالقوانين الضبطة للمكان ده. طبعا البيروقراطية دي رجعت لعصور قديمة جدا، من 2200 سنة قبل الميلاد. هو فكر مش وحش بس لو اتطبق صح، لكن في زماننا ده بنطلق على الأماكن اللي بتتميز بطول الإجراءات وتعقدها بأنها فيها نظام بيروقراطي، فبالتالي هو اتخذ عنه سمعة سيئة، تمام. لكن لو بصينا للمنظور الاساسي للبيروقراطية مش وحش، ده انه اسلوب من اسلوب الايه، التنظيم، تمام. طيب خدوا بالكم، هو بيعتمد على العمل الرسمي وبيتفرغ له في المقام الاول، بيطبق في التنظيم قواعد وتعليمات، كلما تمكن الموظف من فهمها كلما ارتقت طبعا خبرته ايه وكفاءته. ممكن نقول عنه ايه تاني، نقول مزايا بقى بسرعة كده. مزايا التنظيم البيروقراطي، طبعا هو اسلوبه سريع منضبط مستقر، انت كل حاجة مكتوبة، في استقرار مفيش تغيير كتير، مستمر، في دقة في تطبيق مبدأ التخصص، بيقسم العمل، بيعتمد على المستندات، في عندنا نوع من انواع التسلسل الهرمي، الخضوع الكامل للرؤساء، بيخفض التكلفة الإنسانية والاقتصادية بدرجة كبيرة جداً.